سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة يونس. الحمد لله، قرآن شريف التفسير بشيء مهم، بشيء مهم حتى قرآن شريف إن الله مهم دو بيان الله يعرض القرآن شريف ما زهر الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أو بيان قرآن شريف نازل وجد الله تبارك وتعالى يعرر ورين عرى تدبر قريب الله، تأمل قريب الله. قرآن شريف لي أرى عمل قريب الله. رسول صلى الله عليه وسلم قرآن شريف ورشان أمم ذهر مدين كتاب الله وارى الله الكتاب. فيه نبأ من قبلكم عز الزمن من شرق الصور وعصير وخبر ما بعدكم دوار بعد لدي إلى قيام الضر كيوي بده نبأ نصير. هو الفصل ليس بالهزل. قرآن شريف مذاق لا، قرآن شريف جد، قرآن شريف هشكرا نا، قرآن شريف لكالا ديشي سند الله نا. هذا الله بيان قرآن ليري نكالا يو، قرآن الآيات لي نكالا يو. بعض منشين قل أعوذ برب الناس إن خيرين قرآن مدى الله الناس ذكر قجين هون أعوذ بالله. الله قرآن بارر زبان بل لا ميدين كين عربي زبان لا ميدين. هذا كان يقول قل أعوذ برب الناس إن خير الله الناس ذكر قجين هون. بعض منش كل من عليها فان هوي الله قرآن مرفحا ذكر قجين هون. نعوذ بالله من غضب الله. الله تبارك وتعالى غضب بشبراء الله غضب ردار يو. بعض منشين فانهار به في نار جهنم بركين هون مسردي فانهار به في نار جهنم فانهدم أنشب جهنم موت. نعوذ بالله من ذلك. هو الفصل ليس بالهزل. قرآن شريف مزاقنا، قرآن شريف مشكرنا، قرآن شريف تشهرنا، قرآن شريف هشكرنا، قرآن شريف نو ده خطاره اوی بلی خوب ده هند الله شیست نو. قرآن شریف اما بناو ده خطا نای، قرآن شریف بنا دم کی دیب الله نو، قرآن شریف اره بنا من شریف نو یا خطا خوب الله نو. قرآن شریف حق. قرآن امده هنا باطل نای، هنا باطل آین فرین. هو الفصل ليس بالهزل. من قال به صدق قرآن رخدا هنی کی حجد و لحاس خطا حجد. ومن حكم به عدل قرآن ليره بسرقت جد ولي حق بسرقت. ومن دعا إليه قرآن ريك دعوت كيرد يدولين هدي إلى صراط مستقيم. صراط المستقيم ريك هداية الدين، صراط المستقيم ريك دعوت دين. بل كي الله يهدين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قرآن ليره واصدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن ليره عريات قرآن جو ذات دلم مدر دراسه منشي بيين. قرآن واصدر إلي الله تبارك وتعالى ردار زيبو. قل إنما أنذركم بالوحي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو خود توار قومرين توار امتول رخودين آي توارا ره دم كديم دين در لگا يم دين واز گريم دين بيان گريم دين. اي قرآن لوي ارزين نكي آر خدا سين لوي زين رخود سنت حدث. هذا الله بيان علوم ربيال زينكي توارين قرآن الدا حدث لوي ره واز گجي بلاوات گجي نصيحت گجي بلا نصيحت گجي دهديه بلاشيس دهديه. في الله الا اني اوتيت القران ومثله معه. الله النبي هو الدين اري الله القران دين قران الرفواتي قران الدله دي. حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص ابراهيم بالله حديث بيش نبي تو فايده عند الله مانوش ناي. حضرت ابو هريره رضي الله عنه اي هو الدين والله رسول صلى الله عليه وسلم الحديث اعطونا ربيش
خونکی فای نو فرید آپ نرا بے شونکی زما گوری نو فرید آپ نرا بے شونکی حاصل گوری نو فرید آپ نرا بیش یاد گوری خونکی نو فرید الا ابو مانوش خنو عبداللہ ابن عمر ابن العاص اسوال یہ نائے انرا راج گوری کی اللہ حضرت ابو حریرہ اندلہ بورا محدث اندلہ بورا صحابی اندلہ بورا یادی مانوش ایبت نرا ابو بورا ہوا ابو حریرہ بوش لیرے قیاس گرون ایبا کنگوری ابو حریرہ تنرا بیش حدیث روایت گوری فارے ابو حریرہ تنرا بیش حدیث یاد گوری فارے زما گوری فارے حفظ گوری فارے کی اللہ خود فإنہو کان یکتب عبداللہ ابن عمر لیکی تو آئی مری کتاب تلو بیان اللہ کا حدیم بشی باروشیس انا را مجید سمد عزیت سیرت درس مد انا را بشی خالی بیان بشی امام بخاری زمانہ پورا گی ہوئی امام مسلم ذہن پورا گی ہوئی امام احمد بن حنبل امام شافعی ذہنین پورا گی ہوئی ذہنین یہاں نائی یہاں اکن خدا ایک سادہ گرد فیدین فورا جا گوئی دود جہانا ہے دین حاضر نفورا جا گوئی حاضر نکی دی ہے دین بین نفورا جا گوئی تو نارا بکن خالی خالی اشی دوری خطا فنتے کھین گم لگے ولیکنین حفاظت مدن قفت حاضر در گوئی اوری در گوئی کہ اللہ زما گرا نہیں دیہت اللہ لکھا نہیں دیہت اللہ بارا نہیں دیہت اللہ ایک زون بارر بگونه بودی با ایتا که هده اللہ با اینون آران مسلمان نرمو زرگید فتی ایک زنی محنت زدی بری بار لکی بار بوزی بار یاد گری بار سندہ راکی دو انشاءاللہ بشتر رکیو حتر عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکی تو ابو حریرے مرکی تو لیکن عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکی بار آگئی آر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہود یا رسول اللہ آتو تو خود حدائیں لگی تو مدہ ہو لیکن آتو اکھل شد داللہ کے دین ایبا اجازت لو دے لگی برا گئی کیوں داللہ کے دین خود یا رسول اللہ آر زین انسان تو یہ ہندلہ انسان انسان سی ہوتی خنن نبی سی ہوتے نو چلے آر تو زین لگی خوش اتلائی ماسے تو آپ دیو خوش اتلائی ماسے آر زین لگی ماجے ماسے گشا ہوئی تو یہ ہندلہ انسانی ساتھ ہے مازے مازے گشو تو لے آئے خون وقت مدن لکی دام خون وقت مدن نو لکی دام تو یا رہی انزان آئے دو آتو لکی تو منہور تمہار حدیث گین تمہار حقا گین تو نبی حد دے یا عبداللہ ہر وقت مدن دینات خدا رائدت خدا زیتونت آتو ہی ناس ہے تونت لکیش تو اللہ اللہ قسم ہے رہو دین زبانیانت تو حق باد باطل بائر لوگو بإذن الله محمد صلى الله عليه وسلم فقيه المرتنو هر انسان تو بگم باہر کرے حضرت امام مالک کا شند جہد ہوئی ہر انسان دنیا یانا ہی بر خدا کس لوازا ار کس ایری دیا زا الا محمد صلى الله عليه وسلم انسان بار نبی بار رسول بار ہر خدا بگم لیم دی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان من شرف خطاب الدنیا ونزها رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے خدا عبداللہ بن عمر رہو بعد عبداللہ بن عمر ان دل خوشی ہوئے دے ان دل کنا جبر بشی بر ہدیہ ہے لیکن اللہ یہ قران مزہ دے والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي من ذكاه تانه زين الله تبارك وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم اردي المبارك مذ نازل بردي نبي يان بيان دبي بھائی بیٹے باقی سوالوں کو تھا گی سوال حضرت ابو حریرہ فاسا زار خاش شو تری شر ورے حدیث روایت بچے عبداللہ ابن عمر ابن العاص جدی ایدون حدیث لکی فجدے ولین ایدون حدیث زمائی فجدے ولین اے حدیث ان خوڑے ابو حریرہ تنرہ بورا محدث نہیں
ابو هريره زيدون حديث روايت گجے هدون حديث خنوق و صحابي نوبر چلی بر حدیثین خنی حدیثین روایت کنو دیان سبب سر اکن سبب حضرات ابو هريره رضی الله عنه ارضاه تاین حدیث بیان گری والله سورے بورے وقت مدلانے گی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات بعد دی حدیث ہوا شروع ہوئی ہے بوئی نو تاکیل خوب کے ٹائمی بوئی ہے نو بوئی نو تاکیل آتنو کی فننا سیل آتنو را برو برو صحابہ والا سیل بوئی نو تاکیل ابو حریرہ حدیث بیان دے دے وقت ابو بکر زیادہ عمر زیادہ عثمان زیادہ علی زیادہ عشرہ مبشرین بالجنہ بگون ابو حریرہ تن را بالا ہی تراسی علم تو بالا قیمت تو بالا دام تو بالا ومع هذا حضرت ابو هريره یہ حدیث بیان دیتا ہے اذن یاو فائدہ ہوئی دو بیانو فلانا یہ کہا کہ سنو گرر آئیو نگری میں خوب بوئی نو دیکھتا تو لے حضرت ابو هريره سور بورین حدیث روایت گرار خام مزل آنگی بشی روایت گری حج کہ اللہ یان ابو هريره رحم تکیل فیشا تکیل سچا شودری لے لو معنی حدیث کو شاگرد دور علی خوش ہوئے خوش ہوئے تو تھوڑا حدیث اور بیان اللہ اگوا ٹائم رکھی لین نگیم شودری شودری لگوا ٹائم اسی بعد میں جو ہدا ہے دعوت دیم دے ہوتے زودی آئی اون نے ہم تو عذرو حجی دے ولے دعوت دیلم ہے میں ہر اینو ہر دے ولے دعوت ہر اور فرض نو ابو هريره رضي الله عنه قال انه دعوه الله اساسي تايم اگدي بعد ان هم الله تعالى دعوه تايم اساس لا لوروني ناي زي هم جي کوئی بہت اگے دعوت ہے اگے دین اور ہم اگے علم اور ہم چلے یہاں ایک سبب دونوں مر سبب یہ دیر عمر بن العاص مدینہ مصر میں جتے نے کہ والی بننے وارے لگی ہوئی عبداللہ رحمت لگی چلے ابو ہریرہ نے کہ لے مدینہ عمر بن العاص ہوا عبداللہ نے کہ لے مصر مانوش اے رب اللہ ایتو دے مدینہ چلے دیش یان پر ہو کے دیش ہے تو منا مکہ مدینہ چلے مانو جڑے اے رب اللہ ایتو پھڑے مصر مدے فلا فرید اللہ اعلان حاصل کری بلا نزائے تو یان الذریعہ ابو ہریرہ حدیث بیشی ارکان ازاد ورا دیا سبب بولی ہے میں ارکان دی سبب فندان عبداللہ ابن عمر ابن العاص بشی بر پہلوان دکیر ہوا عبداللہ باہے بالازری مجبور گوری لارے مدد شریک کرائی فوائے ہد دو بازی معاویہ لے رہے علی ابن ابی طالب لے جب لارے سولیر آپ تو ہی بمد گولی سے منا نہار عمر ابن العاص ہد دے آئے دے معاویہ وزیر سولے معاویہ رہا تو ساتھ دیا ہوری وہاں مہا معاویہ رحم ہم مدد گرا ہوری بو چلے آئے وزیر مدد گری دولیر تو یار ہوا یار مدد گرا نیان تر ہو رہا ہن ہوئی نارے مزے فوانتی گلائی اے لارے اللہ بولی آرے آرہ مشغول ہوگی ہوئی یار بعدی معاویہ رفو آجی لارے مزے شوری گئی دی آن اللہ بولی منشی عبداللہ ابن عمر ابن العاصر اینا وری کہد دو توجہ نو ہین اید اسباب عبداللہ ابن عمر ادون حدیث لکھی بعدی خم نشر ایدی اللہ ولیکن یا اخوان قرآن بشی برا علم خودن بشی برا شس ایدی اللہ و بیانی علی علم حاصل گری واللہ محنت بشی برا شس آر رفت دی اللہ تبارک و تعالی اندی لگو آیت فون دی عجیب آیت آر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ دنیا تو بیش خونا کسیم آگی واللہ نوحا الا اکان شیز اے دنیا یانت اے زبین یانت اکان شیز تو بیش ماگی با اللہ اللہ یامر گرد دیر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ تو ہمیشہ مانگو دے او اللہ آرے نمور بڑائی دو آرے بلا بلا علم حاصل گریب اللہ توفیق دو وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اخوان نبیر اللہ یہ علم بیش مادی واللہ بولی عریب سوال گو تہو دیانا دیان فائدہ سے اکن فائدہ علم کو دینر پورو نہیں
الان خودین تجدید وقت کتی ار کم فایده الان مر فخر خودین بیشی برا فخر او بای خدا منشی الان مر گارم شوی نفری لوریی نیزی باز زلیگی ای فخر یا نوائی فان بار یا نوائی فان حتی اللہ خود دنیا یا نمال بل زبین یا نمال سریگن بیشی برا برا فتنا خون زکری بیرا سایده هره سریگن بیشی برا برا فتنا سی زبین امد ای سریگن فتنا تو زی باسی وجه هیت بی اذن الله جنت خیلی سریگن فتنا کن ہو بینا تمہارا زکر بری بھاری بانی آئے اکن ہو لی تمہارا اکن ہوئی با حلاص آئے دیان ہوئی تمہارا دیان ہوئی با موافقی اولا دین اور فتنہ اللہ دین اور فتنہ ہو دین بشی براشس ایمان اور فتنہ دین اور دیمان اور فتنہ معنی اخوان خودم منجی نواز فرر ار خودم نفر یا نرا یاد بازار مده خودم نواز نفری معنی بوری تو آد دیل مده خودم اندیل اشنه این خودم خسره من یا اخی حدولا این خسره ما هي صلوا من جهنمي ولا عون اعوذ بالله منهم دين فلان دين لاشن اذا يا اخواني دين رفا دين الفتنه ايمان الفتنه بمشي برا دومي كتو زلاجي امي كوا يد توي بالا هم غرو ديان دكي اري تو ات كيا جون گوي اكنا وره فخر اجل مونه مونه تو جنتي ولا ار جوني جه جهنمي ولا تولو بين جهنم اور سوگیدارو آرار بودر ہونو کیے نائی جہنم اور وکیلو ہونو کیے نائی قبل ایام فوق دین آگی تو مانوش گوئیے واتساب و مدین آئی گروہ و دیلے بولا جوری جائی گئی بولا جوری ایک زن خاص دے پڑا دین خود مانوش بارے ایتے اکان خام گتو کیا ہمائی نہ ہوئی خلاوہ حڑی دی ہو دیا جہنم اور فرگرہ جیلن دیا تو جہنم اور وکیلو ہونو کیے ایدن یا اخوانی ایمان اور دین اور فتنہ ہوئے دے ایک کل تو توار عبادت قبولی دیان اور تو اتن دل گارنٹی ائی جان گو بالا ہم نو گرد دی جہنم دیان ان دل বিশ্বাস ائی جان گو او جہر تو نواس و جدی با قبول نو او جہر راست بور دی دے مند توبہ گوری ارے بالا ہم گوری ارے تے جنت جائیو توئی در ہرائی جا چلے ایمان اور فتنہ اکن مصالہ یان ار کم مصالہ ہے دے ایمان اور فتنہ ہدو مانوس نواس ورے عبادت گرین بالا صورت لو بالا صورت لوی بعد مانوش کی نرے اور حدو مجھے بشش گرے بشش گرے حدو زمنا گسا جی تیا خوشا گسا جی شنا دنیا لیتے نہیں دیتے کہنو جا بھی اللہ بسم اللہ تحصیب اللہ جلی اذا ایمان اور فتنہ بشی بورا فتنہ خلاص فولا فتنا سرگان انسان اور بھی برابر برابر فتنہ ہے ائے تو رات محاضرہ بعد حاضر لی سرگان انسان اور بھی برابر برابر فتنہ زے باسی وجہ کہ باذن اللہ جنت فی فولا نمبر الفتنا فتنۃ الدین والایمان دول نمبر الفتنا فتنۃ المال اللہ تبارک و تعالی على سورۃ الکہف با فتنائیل اندلہ سورہ دیبا فوریلے جمعہ دا جمعہ نور دیکھ یا اللہ الفتن الاربع سروا اللہ یہ سورہ الکحف ما ذکر بھی دیکھ حید اللہ فوالا شروط اذ اول فتیتو الى الکحف بلا انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم ہدا باشا ظالم باشا یہ ادھر ایمان تو ذرا لاری نو بھرے فتنۃ الدین ثابتین لاری نو بھرے بعد میں سے مارا نو ہو رہے اجا ماری رہا ہے ہلے مطلب لوٹی بیٹھ لو رہی جائے تیرے فتنۃ الدین دو نمبر فتنۃ المال یعنی کہ خود نہ ہوندی اللہ وما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا سلطيا مشي من شر دون شر
تين نمبر فتنة فتنة العلم علامة فتنة بشبرة آي باريك كين يدعي مولو ينودن معلش مولو يولو طعي مفسر لفظي با وارا رحش كاراقر يخيدنو قول ابن بجو فولانا مولو رحطة كات وارا يجزاها آي مولو ينودن دورار دلنا قري هوي فولانا عالم ورحطة كا انقري هور آي عالم نودن আব্দুর আদিল্লাহ গরি হই ফলন হাবেজ জরকা ইংগরি তারিফ করার আই উস্তাদ নদন আই হাবেজ নদন আর হতাকা নহ আর হতাকা ফনি কে নহুন আর আয়াত তুনরা বারিক باذنিল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা قريب জাগাত নিবা নসাউ মুলতাকা বিআনওয়ান আল বারিক মুশ আল বারিক আল বারিক হাদি মুশকিলা ফিল আল বারিক এ বারিক আল জরিয়া বারিক বিল্লাহ ফদ জনে পরে ফরানত দি ফেলি সেরে বারিক হই গলা ফদজনর গম্বুরি হইলে হিতে গঞ্জিদা কুলিয়ারে লম্বা হইরতে কুলি কোয়ার দেখালে চাড্ডি वाले বইতাই তার গম হই গলা খরা হইলে আদ গলা দিয়ার হেড়ার বুদরে তোর কি আছিন না নেলালি আনি اذا يا اخواني في النمر الفتنه فتنه العلم سلم مر الفتنه فتنه السلطه والجاه هذا الله ايه قصه سريعه فتنة العلم موسى عليه السلام والقصة إن ذلك يالله ذات نجي موسى عليه السلام وربنا إسرائيل ركما شهر هين زبين الورة توقفنا رهن جيزانة بيش عند الله حسنة نايد به الله يحوذي النبي بعد موسى عليه السلام يا موسى أتمي اتفتك هيو فلنا زكا زي عار بندق واسه في بطو غيرت فلنا فرق علم حاصل ورد مرتبة لسالي موسى عليه خبر لبشي فرق موسى عليه السلام ورحاسه اونا نبيون دعين ورحاسه برا برا نبيون عصده موسى عليه السلام ادون نبيون لاكر ور نبيون فاسه برا برا نبي رسول ربطره موسى عليه السلام بلکه بني اسرائيل ربطره ما مر عليهم اعظم من موسى موسى عليه السلام سليمان اتنار برا داود اتنار برا بني اسرائيل ربطره موسى عليه السلام اتنار برا نبي حتى عيسى عليه السلام اتنار برا هذا الله جناته النرار كي هو وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى موسى عليه السلام بعد الكتاب هو نازل يين الزبور موسى بعدي داود عليه السلام الزمانات الإنجيل عيسى عليه السلام الزمانات عزيز محمد صلى الله عليه وسلم الزمانات القرآن هذا الله بيانه موسى عليه السلام مرتبة بشي 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 وري خانو من شاء الله مباشرة فتنوه خلو النبي إلا موسى حتى الله موسى نام هذا هو أديك ده كليم الرحمن هند الله موسى رفض ده خضر ريان زيره فلنا فرده ألم حاصل برده إن هنا فيين هو الله يعني الله تبشي بيزوك آي بني إسرائيل ورا نبي آي رسول آي موسى آر فلنا সরাই বললা বলি আরে বুড়া কমে দাম লই হাসিল করি বুঝি না ভার আরে হেতুন এলম দিও তুমি আল্লাহ আই নেরি কোন মানুষ গহিবার হাজরে ফন্না হতাম বই আবাদান হে নক বলি দালি ও বাইয়ে নো লাইলো মোলা বাইয়ে নো আল্লাহর সাথে আ করফ তো এলো শয়তান তুমি কবুল করো না এলম ওর গরম বেশি গরম এলম সই ভাড়া হরে এলমে জ্ঞান মুসিবতের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ভালো মুসিবত জিকির করে দেয় এলম তো বেশি ভালো বলা মুসিবত জিকির করলে জ্ঞান মুসিবত একখান মুসিবত দে গরুর ও ফখর يعني আই বাদ হল কি হল আর ফল হল কি হল আর বেশি দামি বলা কি না ফুর স্বপ্ন হবি
خلاص يعني أركان أصدق تكبر أوه أنا عمر تكبري بحجي بعض من شيخ خطأين تبغى ديا ديان شيء زانة ده كان أحيانا بعض الناس سورة دليل ده حجر كان دوار دواي كان دليل دوار حجر كان ديبو أحيانا فك كذانين دليل حجر كان دين أحيانا ما يهون جاب يسلا دارين هو أحيانا ما يهون جاب وراء فرضيان سوي ديانة فرين هو أحيانا شرب بسي فرين هو أحيانا كنافني فرين هو أحيانا ميزر بولي على تلفزيون مودي بولي إذن هذا الإنسان ورد ما في الجايبة يقول علميا بلا إذا بلوري جدي لكن كعلم علم ما شاء الله علم بش علم علم الكرم بش كرم حتى الله ضد وشاعري لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس هذا علم تقوى سرى زدي الزطاج ففر الزطاج قيم الطاج شيطان إبليس تنرى برا قيمة ولا هنك تأوين فكرة شهد الحمد لله لما صلى ولكن فخر الله بولي تكبر الله بولي أريد نوبر ذيب هذه الفتن الأربعة سلطان ذو القرن ذو القصة الله يهوي قرانات بعض منوش مشرك مغرب بعشون وغري معليش او بيان مسجد ربا مارم أفضلو بيو تبل يانا رو مدير بانيا يجنر بانا تبل يانا رو مدير آئي بانا يدي آخر مستر امام نے مستر ذمہ دار نے آج تو حقا سنو ہونی گئر تیبل یان قصہ جی واللہ تو آج تیبل اور مدیر دیتنی کی بانائی زارے بانائی تو تیبل یان ایرنو دی یان لفو آتی داگوی آفر لی یان لفو آتی آئی یار بادی تے اندلہ مدیر بننے دے تیبل یان اتو گوڑا مستر لے گلے اصلا قوار زینے کی حمیان دیئے ہوا ما یم لکھا دی صلاحی ولذالک سرقان فتنين بحري بكو تلي أبين القرآن التفسيرات على سورة يونس اليوم المقدمة خدمة طويل والشغل كمان كثير الحين 44 دقيقة نتكلم كم دقيقة 26 دقيقة الله يهدي شوية سجيبا فتنين على قولي مودي ترى قوية جهر في قدام ساعة في ساعة والله ما شاء الله جزاه الله خير وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إخواني قرآن مذهب دمك نمان دي الحمد لله الله دون ميدان أسر جمعكم الله قراني انظر ان نهوية دي طيب قران الميزاني بين دي لك جمعكم الله نعم توت جمعكم الله لكن قران الله انظر ثلت وات جمعكم قران ريك انا فريبو انظر الله ما نشكو يا خطيب عاد جمعكم الله تو كان يقول فجد عاد جمعكم تو يقول لوني قياسا عاد جمعكم قياس غريب ار فكر لك قياس غريب دي ان اولدا طيب كان ولدوا يدين ايوه انا رجع عديد تفسير ظاهر تفسير ظاهر قرن بالانا ولكن ايته انا رجع بس ظاهرا حقا حقا هو جيبي وما تكون في شأن زي حمد قيبا ولا تعمى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن قرآن آية فريلي ولا تعملون من عمل زي حمد قيبا زي حمد قريبا قرأ إلا كنا عليكم شهودا أرى أي تورر وري قبا يان جمع كرولنا كجمع كرولنا ها إبراهيم عاد جمع كسيني خلنا عاد جمع كيودنوني ضياء وظنك بها خدم أشيخ أشيخ عارف طيان نعرف يديان قانون وظنك بها بها هنا عارف جواب يا فريد وما تكون في شأن زحمة قبع
وما تتلو منه من قرآن دي آية قريبة فرق ولا تعملون من عمل دي هم قريبة فرق لفظة دنوب قناة قرآن التفسير عاكي هوي هلا وما تكونوا في دي هم قريبة يا دي هم قريبة فرق خمت آن هم قران كيف فرق؟ آرائی ہم واضح مجلس ہے مالیش آئے تمہارا رو رہا دور کھولا جانا تمہارا بکن آر مورو بی بی اینو لیکن تمہارا بکن حمد شوری ایک زون ہم گرے صح؟ تو لیو ما تکونو فی شأن حمد شوری کنا رہا ولا تعملون من عمل ایک زون ہم گرے الا کننا علیکم شہودا آئے تمہارا رو رہا گبا نافذ صح قانون رو جلنہ کی بہار او زیادہ ايو بها هولي سؤال جو شيخ عبد الله عنا بدارك اللي بلد اريد انه شيخ نور لا تكون زي لا تشيل النظاره خلي النظاره يا مشايخ ما نبغى نتكلم ايه كذا زارقودي نعرض حلوه زارقودي ولكن عركنا جواب دولا وينه قانون الوزونه في قانون المخالف عارف هذا آه هذا هو جيدا توارنا بزار إبرة كي هو آواز إبرة روينجا هو إك زمان ما ذكر هجام بالي هجام بالي روينجا هو خبى إبرة بزونا تلا ها كيان هو دين شنبة غير بزونا هو بيعني أول أهم بيونا أول بجونا منشى فارم هذا بجواسن هونه توارا فارم بجواسن بجواني بودي تے بودی علی گرے تے نو بودی علی گرے تے بودی دے سن دی ہائے بودی کھندی کھلو بودی نو بزر کا آج زمانے چترین گھر دا کل ہوا او گگر ہوا ہوا ڈور گھر باہے بودی پیٹر رے گت نیلا نے ہارے باو ہو دو بوت گھر تو تو نیل ار کان گھر جا آج دوار با شڑو ورے بیا دی اللہ چلے بوائے ہو دو بازی آئے جو جار گورا جلے حیم کیلوی لیم کیلوی خود تر آئے خلوگو دیو خلمانی مشین مشین رو خلو ہو چلے بوائے مشین لے رحم گوری حری بزرد اللہ گورا کن تیار گج جے باپے مشین نو دو خود دیر چھوڑا بھائی بیا گری فلے با دیر او باز یہاں مجھے آنا خل دی با خیو خلی با خوڑے خود دیری باری خوی خوی دیو دے اے خوطا ہی باری آنے ہوتا مولی تکو تو نیتی نہیں باری خوال ہم ہم مشینری کوئی بنے زین نگی مانوشی گوارے دعوت دیے کن ہم گوری لے آرے کی دی بھی خود دعا جرے کورا دیوں سون گوری ہو خود واللہ العظم تر آئے کورا دیوں اے کورا فیض اللہ بلہم گوری حالا یہ زیتے نگی دام اللہ اشے خود دیان دے گوری آنے میڈے تے کور تینگو دعا خود تر آئے کورا دیوں مہدی دی تو لیان کوری لو تو آرے دجاج نو آدھر دجاج نو ہوئی تو رہ ہوئی دائے کورا دیوں ایڈائے خلق کو دیوں وما تكون في شأن زحام طبا وما تتلو منه من قرآن زي آية قريبة فراء ولا تعملون من عمل زحام قريبة فراء إلا كنا عليكم شهودا آية ورر ورقبا توار الله غبا نو خوي توار الوري غبا خوي بجوني الله خل بجوني توار الوري توار الله نو وري لي اري توار الله لي فرق لي توار الوري ما لار ولدا تلو والله قران فران اي بالا هم غرا توار ولدا غبان تلي با قانون المخالف آد دما کر قانون المخالف طيب ار كنت ساي مصيبه ما ساي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا نكلنا لنا خلو مصيبت آر الور نازل نويبو إلا ذو ديه مصيبت آر الفائدة دولي جماعك مصيبت آر الفائدة بولي بزن إذن منهج القرآن آد جماعك لذي مخالف لي آپ دماغ رہا آپ نے قرآن من حجم مدانا ہوئی بو یا اللہ قرآن حق دہت اللہ سب بیڑے نار اللہ کوئی ہے اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُدَا بالای حمد مجھے شجانے زنگوری نے کی فکھا بالای حمد شجانے زنگوری آگیو دے بالای حمد مجھے شجانے زنگوری فوش مارے
بالاي هم مدد جه فتنة وال آه بوراي هم مدد دون فتنة نا دارو بيت نوي بشيء بعض الجرد هن لمنو لكن من شرح حصرت جرد حديثه هاد ده حصرت الطهاري دكتو باسي دكتو يلا حصرت نكيره اندلا خاي ولا ده زندلا نيجي اوني دارو هاي ولا تو لعاي دون بالاي هم غوري يا حصرت غوري دولي آر بالاي هم سوا فين فرق آئی جی بالا ہم کو جی اللہ اللہ نو دنیا بھی تعریف اللہ نبی خود جنہ در خوش بہت دفعہ جنہ دیو میتا رہے اللہ یہ مانوشی بارے جنہ در خوش بہت دفعہ جنہ دیو آئی علم حاصل کریر کی اللہ سرگن ہم نبی خود دفعہ منجر فرنا فرد ہے ای با یک با علم دار دیان دہائی باللہ او مولیو لر داش بنی باللہ علمو لر داش بنی باللہ او ڈانٹر مسالہ والباری بری باللہ او عوام منشر منتو بها بها حطا والعنی باللہ این اللہ عزیز اللہ حجی دولے این اللہ علم حاصل حجی دولے مانوشی بھائی جنہ در خوش بہت دانو خائی بو او بیانی علوم ربی علیم بشی بارا حطا لہ حید اللہ حد دے اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا حد حد دے اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ سبحان الله تفيضون فيه إذ تفيضون فيه يعني فضى يفضي تفيضون يعني أفضى يفضي فعل دورة مثلا اجزان هده قرآن الماضي اجزاك هده الليل وسقاهم ربهم شرابا طهورا سقاهم اجزاك هده أسقيناكم ما الفرق بين سقى وأسقى سقى لير أسقى في فرق الفعل الماضي فعل والفعل المتعدي أفعل أنزل ينزل فعل يفعل مثلا لكن أفعل يفعل ايش الفرق وبينهم سقى مباشر زاغد هديه الله رد اي زير لي الله رد ده هديه علم له ده هديه الهام له ده هديه بزل ده هديه زاوج اي هوريجر احسان سرا مساعده سرا اي زير شجانه تهي افعل فعل التعدي الى مساعده الجبار هذا الله أسقى سقى ضمير أرفانيت أسقى ميول أرفانيت كان ميول أرفانيت فارط الجيف فارط بود الله بل أمين تعديو يين هذا الله وبيانيون سقى لأسقى لفرق فعل لأفعل لفرق وهنا أيضا إذ تفيضون فيه وتدورا إذ تفيضون فيه تفيضون يا عبدي والله رزقك ما زال الله يحطنا على رين زيت دين تي زمان يقول خزيو سارا ساري جدي مورن الله خزيا جدي إذ خد تورا كينغوري مورن خزيا قرار وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أفضى آر مدد ليري آي بالکل دیا رے آر بہت تو بہت خطا فننی آر بہت بہت خدمت لئید آر بہت بہت حمل لئید آئیو حمد اللہ اجزان اور مساعدہ لے آر اجزان ولذالک افضا ہنا ایضا اذ تفیضون فیه عمل مشترک مشترک معنی خلق ہم نو مشترک ہم حید اللہ بیان خلق ہم لے مشترک ہم لے کی فرق غالبا حالي جهامت او بيان الاخلاص اي ولذلك الله يهد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما خليغا دار خليك نديكر الله ري عبادت غرد الله الله سجد تجي الله ركو تجي خليك دكن نديكر خليغا هم تله هميان اخلاص كي نراي لكن عمل مشترك ليرغا بعد ما نذكر رمضان لامبوي فريدين واسنا فريد
والمشكلة هذا ما نقول شيطان ديان دهاي بالله جمعة كملة أقولتو تليفون ليه زلنا فتاي هو دهاي هاي شيطان ونام نوم مثل بعير وتفر نام وجدوا كفارة مور التود مور البال جمعة نوم حرام هذا تو مسلمان كيف تسوي كده إذا بعض ما نقول منشر مونتو هي بيها مها بالاي سچي دها احيانا سچيان حق احيانا سچيان بناو تو سچ فتي انسان ني دنيت خند لا جان فجر ايت الله حد الله ايه اذ تفيضون فيه تفيض بطك بوزا ايه مشترك توارا هم دلو توارا هو دي مانوس اصل تري منشر مو تو هدو منشي كانا فلي بينين بوراي فيلم سابين اعوذ بالله গরম মধ্যে হালি গরে বাঘ বনি যাবে দাঁত ইন্দা নিয়ে যাবে শিয়াল হয়ে যাবে يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إخوان من شر النور الله رفوان الله تنرى بيش من شر الدور أيو الله بهذا ولذلك أهل مكة يكن نصيب قريب مكة والار حبرتية نصيب هذا اللي ما يخاف ربه جنبه ذلك الله رن نورا هذا الله اللي عندنا قريش كي الله هذا الله رن وشر مدولة وشر شر مدولة الله ردون إنسان عباد الله نفر ماني قرد دولين فتوار اتعاد قريبا اللي ما يخاف ربه جنبه زنيكي الله رن نورار هيت دواري نورار زنيكي الله رن وشر مار هيت دواري وشر مار زنيكي الله رن نورار هيت سنتا دنا كوار حقنا هاي وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الله تبارك وتعالى رأينا وما ذيك خلوشيس نايدي هند الله ناي خنوشيس خافي دي هند الله يوناي خنوشيس بوزا نايدي هند الله يوناي الله يخنوشيس خوين وفاري دي هند الله يوناي زبين اتوك اسمان اتوك مرير بوتو ريوك حوار وريوك زده وجوك الله تبارك وتعالى رينام بشي برا উগ্র আসর বাধা হতুনত ফরের আল্লাহ এ হই ঘরে হতুনত ফরিব আল্লাহ এ হই ঘরে হাত্তা জাহান্নাম মাঝে মানুষের জাহান্নামত ফরিব দে হার আগে হন ফরিব হার ওরে হন না ফরিব আল্লাহ এ হই ঘরে সুম্মা লানাহনু আলামু বিল্লাযীনা হুম আউলা বিহিম الله تبارك وتعالى فد جهنم ودك زمر عليه حرقار وحرقار حين الدعاء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أبين يوم شرط شرط برط برط আল্লাহর এলামত আছে আল্লাহর কিতাবের মাঝে আছে হেদাল্লাহ আল্লাহ হাত্তা কুরআন শরীফ জিবানে কি আর রাতের মাঝে যে কুরআন শরীফ নাকি তুমি ফরার হে কুরআনের মাঝে আল্লাহ এ হদ দে মা ফাররাকনা ফিল কিতাব শাই খনশিস এরি দে ফেলাই দেন দিল্লা নাই খনশিস বয়ান করি ন দি দেন দিল্লা ইয়া নাই খনশিস বয়ান করা হইতো লেকি নাই বয়ান ন করি দেন দিল্লা ইয়া নাই سبحان الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إبا منهج عجيب منهج جديد قرآني إبا منهج جديد كيف منهج جديد فولك وعلى منهج جديد لم تكن قرآني منهج ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كرا
قرآن مدد هداية داسه قرآن هدايات قرآن ربطر يو هداية الله مبتقين الله خنينين الذين يقيمون الصلاة نماز إقامة قرين حفاظة قرين ومما رزقناهم ينفقون آي دي دي رزق الله حرص قرين والذين يؤمنون بما أنزل إليك توار ورز شيس نازل يينر وريم الرك وما أنزل من قبلك عذر نبي ولر يمانيزا وبالآخرة هم يوقنون آخرة روري يوقن راكي بالشاشر روري بالشاشر راكي أولئك على هدى من ربهم منوش هداية ولا منوش وأولئك هم المفلحون منوش كامية بمنوش أذي من هج جديد يوم زائر هد الليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله روليون ترر ورهن دورناي ترر بطرهن سمتناي من هج جديد نوية من هج ماني توتي بجو شيخ حسين كيف عرفت أنه هذا من هج جديد كم منهج جديد؟ إبالي ربالي فرق لك منهج؟ فين المنهج الجديد؟ اختبار معلش زمان جيت الله الشيخ حسين عار حزن الزمن تولي عار زمن حزن الزمن جدتون بي تولي يا إخواني منهج جديد معنك نويا طريقة كيبوجو شيخ نور خلي الله جاري عمود البشر بوتك بيه والله عطينا لقيت ايش فهمت اخواني عشان تعملوا ذلك فان زباني هي القرآن يا جمال هذا الشيء عند الله عند الله عند الله قرية يو إن قجو دولة نواز قجو دولة زهاد ديو دولة روزا ركو دولة بالاي هم قجو دولة موار الله جنت ركي خلاص آگه هم تسه نتيجة أجا يهون منهج جديد آگه نتيجة في سيف ويان ألا إن أولياء الله من هم مسايد إذن هذا منهج جديد فولا اتون بان کیا شده آگه حمال اشه اسبابال اشه اکان اکان کنگوری لے اندللہ ہوئی با دیت آگه حام آگے ذریعہ آگے بیان کسی آئیر نتیجہ عزی اللہ تبارک و تعالی زگایان امد کی انین فولا شروط نتیجہ کی اللہ نتیجہ میں بشی دامی نتیجہ دیت اللہ قیمت نتیجہ دیت اللہ نتیجہ ایوہ بشی بارک نتیجہ دیت اللہ نتیجہ ایوہ ہر من شکتو منہ ہو دیت اللہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کائے ہو دے زدن نکی نبیین ہوئیر واللہ خلیہ یا اللہ عجیب دیگا خلی آئے گو اندلہ منشور جنڈا دیوں دے زی منشور اللہ ادھا اللہ رسول عادر گریزا منشی بایو اللہ ادھا اللہ مدیر محبت گریزا و من جنڈا مدینہ تو دیبو ہوئی دنو بعض منشی خیبر اس دفعے غلط ہو خندو دیبو ہوئی دے نبیر ہوا دی درا فوج نیلوی علی ابن ابی طالب سبت دیارا نیلوی الین خیبر امد زیارین ایڈا معسکر بننے معسکر مانی فوجی زبانی کی تھمبو از آگا سی گیرہ بندی تو نبی فولا از دین از دن دفعہ دیئے خیبر تو ہمنا باریک باہر ہو باریک زبانی کی مقاتل اسی تے باہر ہو فولا از دین کی مسلمانین گھری نو ہر خیبر دوسرا دن گولی نو بھرے تیسرا دن گولی نو بھرے سات دن الدین نبی حد دائیو کا منشر رکھیا حد دے جانڈا دیوں تو لے بھیننا خیبارت گل لوئی مدینہ تو خیبارت دین مدف ہنسی نو بھرے اتطور کا فوج لے رہی اذا نیان تو ہوئی دے کانو فی المعسکر تو لے خود دے خمدللہ آئیو کا منشر اندلہ جانڈا دیوں بالمناسبہ یہودی تبارا خمدللہ ہما هيدا فتى دنا إذا نظر هذا الدين، لكن هيدا راتي يقول مود بكتب دي إثارة باق بوي هيدا لا. بينا وترار هود ده باريك باري لا رجلي بالله باري أنا هود دير قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المجرب خيبر خيبر خند الله لجديان خند الله قابل ديان خند الله بولي ديان آي تجري ما ولا بلوان أيوه حتى مجتمع نهار
سأل علي بن أبي طالب بايري رفض الدين أنا الذي سمتني أمي حيدرا أرمى يانم توا يدي آي باك جدي مانوش جروغي تركتا يزدوي هيت حوض دي منشره مانوش يبايي فوئي بايي عرح حديبو كين غو غورا فوئي غورا فواماني لارم مدين فنداشر ووري تي بارك دي هدي بشر لارك بش علي بن أبي طالب بش وقتي بلاجي تريش نو غوص سولي باكي غورا هو تريش بصر الدلو هيبايي كيتوالا حرد دي حوض دي عائر اكتا قمت دي كده باقو بوئي عرح دي ايدي حوض دي هوت آئر باغبولیار مایه کنم تو ایده باغبولیار انا الذي سمتني امي حيره چلے او بھائی رجل مانی بڑا خار بڑا بولی ہو بڑا ہن خجہ دلے بڑا ولے اسنان ہو دے عرب لا اخوان ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضا تھے امیر المؤمنین اور بعد حزبانات الدین انصاری گور گور مزے بو یارے خار منشل لے رہتا ہے اللہ امیر المؤمنین منشر گورت گولی رہتا ہے الله عرف حرار ويزيبا سيباري عرار قرمت داود بدا انه فريم فالله خامحات بسوش الزغراف ماليس تمثال فجد بشان ويالله دولة هده حضرت عمره حده تمنو الزغراف يتمنى قرائك وارا تمنى فنجل اكزن حده يا امير المؤمنين اتو تمنى لقد الله ياري اكن قر دي والله شونر قر دبالو شونر عمود شونر هدي شونر حتى شونر تقول كي الله هدي شونر اين اي الله الرفتة جهاد رمجان مجرد خدمت بريب الله استعمال بريب الله كم بلا تمنى شونر تو امير المؤمنين هدي تمنى نو توارا تمنى قرو عرق زن هدي عدو عزو لقد لولو حرا جواهر القر فايد الله يتد الله لكن الله الرفتة فرج بريب الله تقول ইজারি বাকি জিহাদত আরিব আল্লাহর রাস্তা জিহাদ দে আল্লাহ আল্লাহর রাস্তা লাগি বরক হরিনে বন্ধরে দিউম মুসাফিররে দিউম يعني আহলি গাল আরলে বইনো দেখি তো হদ হজর তোমারে তমন্নউ তোমারা তমন্নি বরক হিদরা হদ ইয়া আমিরুল মুমিনিন তোয়াদ হনো আজু আছে জলে তোয়ারি আনতো হযরত উমরে আমিরুল মুমিনিন ওই বাদিও আগে শুরু নো গরি আগে মরিয়ান পুনো নো জেদ হিদরা হইয়ে হেতে হদ দি আত তো আজু লাগে দি ইনদিল্লাহ হই আল্লাহ ইনদিল্লাহ আত তমন্নি হদ দে আবু উবাইদা আমির ইবনে জাররাহ মুআযা ইবনে জাবাল সালিম মাওলা আবি হুযাইফা ইতরাদিল্লাহ হুদুন মানুষ আই বেশ গুরি ফাইব আল্লাহ ইসলাম মুশরিক মাগরিব পৌঁছাইব আল্লাহ আতলাম আজু লাগে চলে ইয়া ইখওয়ান কি আবু শাইয়ে গানো জুরা বলি আর মানে শেখ তোলা হাম জুরান والله من شيء جه هم غريب وتيا يه هم نغريب هو. تقوله مانوش تيار غرو. زمان شيء توار حق لو دي بو. زمان شيء أركان مازى إسلام فوسى بو. زمان شيء نصرت مدد غريب هو. تيا بوشالو يوم. مانوش ليه رودا هم. تقوله رجال. وليا أتى الحمد لله غريب هو. بلا مانوش غريب هاسا. الله يهود الحمد لله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حسا مانوش الله غريب فاكسا مانوش غريب الله رولي يوتي عدد كان غره غره حماس حنان بار زالي حمام زالي سافسو ترى اوي بايرون بار زاله لفظي با عربي خام عربي رجي تاجيدي ذاتي غرر بوتور زال হইতে হইতে বাইরে যাই কি আল্লাহ আগে আরবে হাজির খোদা করি আল্লাহ গত্তু নেই রাস্তার মধ্যে বাইরে রে দূরে যাই রে হাজির খোদা করি রাখে দে হেত আল্লাহ এজন হতো ভাই আল্লাহর ওলি বলি আল্লাহ পেশাব মান পেশাব মধ্যে বাইরে যাতে বলি সব সুতরা হর দিন একতর হতে যেন তো হন্তো ইন আল্লাহ ইহদ কোরআন মধ্যে এক জায়গা ইশারা لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه بعد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صف سترى نقول إتوان عباد صف سترى صف سترى نقول إتوان نوصي يبنين এক দিন আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো খেরাত মজল হল নমাজত আয়াত আয়াত নয় খেরাত নবী তো বলা হয়ে দিন আল কোরআন গালি তোলে নওয়াজের বাদে নবী হদ্দে তোমার ভিতর গ মানুষ সহি গুরু জুনো বানাই যা
আর যদি ইমামে গলতে বাদে তোমার ভিতরে একজন সহি গুরু জন্ম বানান হলে তুই আগে সহি গুরু আগে গেছ না সওয়াল করি انت اصلا مش حافظ انه তোমার ভিতরে একজন আছে সহি গুরু জন্ম বানান ليش সহি গুরু জবানাল না বানাল রে ইমামের গলত রে কি علاقه সব জীবনে কি নওয়াজ মানে দিন ইবা যদি বেগুলুন উজুবানে মানুষ জোরে মুসল্লি মানুষ দিলে সোজা নেড়ে করি না ভালো দেখেন একজন তো উজু নাই দে ওরে এতে মানুষ জাগা বড়া হলিও জাগাইয়ান খালি খেয়াল্লা মুসল্লি নো দেহ তাল্লা বলি দাদি কে ইখওয়ান উজু বানাই বা সুন্দর সুন্দর গুরু সাইয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হকান জাগা মুহিম গুরু দাহাজের সুগর বাজাইয়া নাকলের ওর জাগা খানার দাখা জাগা ফরমুরি সুরগিরা খেয়াল গজ্জ মশাগরা খেয়াল গজ্জ গদ্দানা হোসেন সুন্নতের ভিতরে নাই তোমার তো আদতই দিলে আমি তুমি জানো বাদ মেসে গদ্দানা হোসিল খেন হদ্দিবা উজু সইন গদ্দানা হোসা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুজবানা মাঝে নেই ألا إن أولياء الله الله وليون يا سبحان الله ولي بولي سنتم أنا هلا أرى أرى كاش سلوي خنال أولياء الدم هرفا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا قد جعلنا لوليه سلطانا من خلق جمال جرز نخوني بري هلي هذا الله خوني قرى ما كنا المصالة اكان الله حق اكان زار خوني قد جهد الحق اركان ما نشو دار وارز دارون الحق ميراس سايمو دي وارز دارون الله سايم افغر دي ليه فاره تواتو ديوت لو ليه فاره لكن الديان حقين الله يباده আল্লাহরই আলো আল্লাহ হক মাফ করে দিলে হারে হিসাব করে দিয়ে হারে লেকিন জিয়ান মকতুলর হক আছে কেয়ামতের ময়দান আমি কি আসো আল করি আ এ দুন কি আদওয়ার ময়স বন্ধর দিয়েন হলো হিন হলো হতা নই হিন দুনিয়ার গিন আর জিয়দ মর হক করে হেদা আল্লাহ বাইনন খুনি হকে বেশি বড় শিস খুনি নগদ্য খুন আমাদের খুনি ফতা বাইন হদ্য বাদ মঞ্জে এন হদলে হলো জাগাত এন্তু কত মানুষ যাইতে স্যার তোমারা ফতবা দনেন ফতবা নদ্য বলো কাল তোমার একজন যদি আরে এন হদ দলে ও ফতবা নদী আওয়ালেন হদ হলে থন হচ্ছে যে ফতবা দিব হুয়াল মাসউল আমাম আল্লাহ ও ভাই খুললের না খালাইও জিয়ান শিস লের না খালাই মায়ে ফন্দের ইজ্জত লই না খালাই খুললের না খালাই বেশি বড় কথা খুন আম্মাদের ফতবা দিব বেশি বড় মশালা আয় যাও ভাই ও ভাই একজন এন হইব মুখী নারী ইয়াকি তুমি হদ্দিন আগত তো হদম ইনশাল্লাহ দোয়া করি যাজ্য দোয়া করি গিয়ে দিই তার আল্লাহ গল্য গল আসে তার আল্লাহ দোয়া করি ওলাকিন তো হনে কি যাইতো সাত দৌলে ওয়াকিফ নাজাস আর একবার ফাতা দেবে না তুমি কি আল্লাহ হইবার না ভাই এনে ফুলের মশালা বেশি বড় মশালা দরকার তাহলে ওলিউদ্দাম মানে মকতুলর খুনর কিনারর মানুষল খাস মানুষল ওয়ারিস দারন আউলিয়াউল্লাহ মানে আল্লাহর খাসল আল্লাহর কিনারন এক হাদিসে কুদসি মাঝে আল্লাহ ইয়া ফরমা দেন ওয়ালা ইয়াজালু আবদি ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন নওয়াফিল নফলিয়ান ওয়াযল ফরি ফরি আর কিনারে আইবো হাত্তা উহিব্বাহ আই আর বন্দারে আদর গুজ্জু سبحان الله আজ যদি বন্ধাই বরাদর গুজ্জু দেলি বন্ধাই বল্লাই সুখ বনিয়ম খান বনিয়ম হাদিস ইবারে গলত তফসির না গুজ্জু সুখ বনিয়ম মানে সুখ ইবারে হালাল বাদে বালাই বাদে আই বুড়াই সাইতে না দিউম খানিয়া নরেন বালাই বাদে ফরাবি শুনতে না দিউম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আন তাইরে একমত উগ্র মানুষে বিলার গুস্ত হবে কেঙ্গরে যখন ও ভাই বিলার গুস্ত হলে বেশি ডাল লাগে যখন হত জনেন কুমুরর গুস্ত বিলার গুস্ত হডল হডল দিয়ারে মানুষের মারি ফেলার আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা হেদায়েত করা
বেলার গুস্তে হবে কি সল তল হয় কি হয় আর মহিম খানা মজার খানা বলে হবে আন্দাসা লাগিল হবে সব থাকবে মানুষ বালা মানুষ তো ইহুদি মানুষ সদরি দেখি খাবার ফেলে বাদ হ দুই মিন দিলে ইমার গুস্তে আট গলা দিয়ে বেকুন না লেখেন এখন নতাকে বাম্বু ধরে বেকুন না লেখেন ولذلك يا إخوان الله تبارك وتعالى يقول كنت سجدكي بي حنفني بي عايفنا يوم عاد هيوم ولذلك يا إخوان الله رولي بونون يعني بشي براشس الله رولي يعني بشي برا نتيجة الله رولي بونون يعني بشي برا قيمات الله رولي بونون مانين الله تبارك وتعالى حفاظ الدريبوت وارا الدنيا جو آخرت مليو بلکا ہو دا حمد اللہ آر والی زبانی کی بننے ہی بارا خونی کی دنیا مدر زالا فورا بجد علی فقد آذنتو بالحرب فقد اللہ العرق بلی یا اللہ انا ان اولیاء ازلا هو ده لحن الجندوي أراد الجواي كت أصلاً في عبد الجواي تقولي أصلاً الآية اللي قبلها وما تكون في شأن حتى نعرف من هو ولي الله ولي الله الله ولي الله رعه خلنا ما نوش الله ولي ألا إن أولياء الله الله ولي خلنا ইয়া না যে সিম্পর খিলাফ আগর মনে হয় হতা আগে হয় সিম্পর আগে যে নতিজা আগে নতিজাদের শোক এনে তো বাস মানুষ সামনা ইন ফরিবাল্লা বলি আরে হদেন এলমাল খেলাম হতা তাসির ইন হদে তোমারা বালা মানুষে নজানো মোকাবিলা করে নজানো ইন আঙ্গারাজ শিকা হরে ইয়া তানুই ফিল আসালি মওজুদ ফিল কোরআন বাস ইনতা মা ইনদাকি ফাহম موزي له صلاة ألا إن أولياء الله الله رولي لا خوف عليهم إخواني كان شيء الله يذكر نوبر الله قيامة الشحن هنا موجود وضياء هنا موجود شحن ولا خلص انتبه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا ترر ور الدر اسي ولا يدرس دت اسي فلك كان الذكر نور خنان كان هو وين خنان ارمته هو الا ان اولياء الله الله الولي لا خوف عليهم ترر ور هنا در ناي بعد ولا هم يحزنون فنص انتين طيب الكنز في النظر دي انت هي ترتي هنا در ناي الله الله الولي ور در ناي ديان بوزيلا طيب تو هنا در اسنين الله يعني اهم نقطه يعني ولي بنجه হিবত মুসলমান মুমিন বেগুম বনি জাহরিব মুসলমান হাকিকি মুসলমান হন আল মুসলিমু মান সালিমা আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি যে মুসলমান হলে তোর জবানে তো আর টেনে তো সালামত হইব সালিমত ডরাইন ওয়াল মুমিনু মান আমিরাহু আন-নাস মুমিন হন খদে মানসে মানুষই বাতু আমান হই طيب يا هون سلام الله عمل لك الهرب اجل هون يا اخي انا ابغى دحين تفرق لي بين المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ولدته خلاص المؤمن من امنه الناس فين الفرق في فرقين ديان فرق اولا مسلمان تو سلام الله يده هنا المسلم من سلم الناس منه انا كده صحيح المسلم من سلم الناس لقى المسلم سلم المسلمون إذا مسلمان الدو مسلمان سلام الطيب وقد يتكلم على غير المسلمين يهودي نصارى بوديس موك هندو زير نجي على راضي الدير هين رولد هدا هوي بو مسلمان رولد أنا هوي بو ترولد هوي بو دي لهذا مانوش
জিন্দেগী মানে ইহুদির বর্ণনাও করে জিন্দেগীর নসর বর্ণনাও করে ফারাম মানে মুসলমান উগত আইনে ফেরে রিবারাদিয়াতুল্লাহ উল্টো হয়ে গেল তাহলে মুসলমান লয় ইলাকাত মুসলমান লয় ওয়াল মুমিনু মান আমিনহুন নাস ফারাম মানে হাত্তা ইহুদি আসতে বলে নসর আসতে বলে আমান হুমাই اذا المؤمن هنا اهم الشيء الثاني سلام الله يرام الله يري اركن ورا قاصه هنن سلام الله يدي هيدا عارف هنا نقصان نغريب خلاص لكن هاي تترك السنه هي لا يجيني منه خير ولا يجيني منه شر لكن الامان عام كيف عام هيدا عارف نقصان نغريب لكن عارف كالسعاده غريب كالسوء عارف هديه غريب لوت والے اسلام اور دعوت دی نقصان نہ بری وہ لیکن بالا کس سے دی وهذا هو الفرق بين الاثنين انا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اخواني اتوارد استدعى قائد كان مخالف له ذهن ماذا مخالف قواعد المخالف في الذهن الان في قاعده جديده مخالفه ايضا في الذهن قاعده ذهننا ما ذهن لله ولكن قران الله لا اردت اعرف ذهن قاعده نجعل مطابق لقواعد القران لان القران هو الحق هذا ذهن اللي بقول نقل كيف فين الاشكال ما فدي الاشكال ما قاعده ذهننا ما ندي فدي الذين امنوا وكانوا متقين اي ذهن ما الذين امنوا وكانوا متقين ماني ايماندار مانوش متقي تكي خلاص لكن الله يهود الذين امنوا هذا فعل ماضي في ترى امنوا هذا ماضي وكانوا يتقون يا دورار هذا مضارع فالجمع بين الماضي والمضارع في ايه واحده في جمله واحده في كلمه واحده اولا من اعجاز القران ثانيا ادبوا حكمه اصلا كنغري ما بد مبارع ما بد مبارع معني هاي الزغرة فجاء عريك كالي توارع هاي إزت غريوم خلاص عارت عليه إزت فايدة فرقني عارت عليه إزت فايدة عارت عليه خانة فايدة إن شاء الله قد سيفونا دي قدونا عارق ورد عليه هذه يصير مشكلة عارت عليه خانة فايدة عارت عليه توارع خانة ديوم إذن ديوم هذا مضارع خلاص عارض الشو خنا ديوم ديوم دينه وكانوا يتقون وكانوا متقين فركي اخواني تقوى هودي بالدين فورا زغريش اسنو الله الدور هودي بقى منشور مونتونو الله الدور هودي بقى حاليقا منشور مونتونو الله الدور هودي بقى الدين قجار دين نقريم الحمد لله نو ولذلك راكيار نماز الدا খম হরিলিও প্রতিদিন হরি বদি চলে যারে একদিন আকিকে একদিনে গুঁড়া রাখিয়া হচ্ছে বাজার দিন গুঁড়া বসতটা গুঁজারে ফরজ নফজন হরি একজন হচ্ছে আরে জেল হপ্তা ইয়ানি জুমা আল মাদিয়া জেল শুক্রবারে ইয়ানি খল্লারি গিলে হল্লা কানাত আল খুতবা আন শিতা শীত ان শিতা আজ্জা শীত আই হোসলে গে শীত মাদে এন্দেলা কো লফজ জিকির করা যায় হযরত ওমর ইবনে আল খাত্তাব আল্লাহ ربيع المؤمن شد هو ديبا مؤمن الله فول الموسم رات لمبا تهجد فوري والله تايم تاكي اك جن هدا باجي কই হতাই বহন তো এন্নো শীত আল্লাহ বলি মাঝে উযবান এর হজর নওয়াজন হর কি আর ربيع المؤمن يا هون خوف المؤمن يا الله আর দিল হন দিল লগে দি আলায়া لماذا ولذلك الله يهدى الذين امنوا وكانوا هند الله عرف زكاة وما نقموا منهم نقم انتقام فعل ماضي يهودي نصارى كافر المشرك أصحاب الأخدود إجراء مسلمان رزالة جيبو دينا كجيبو دينا يدي بفعل يهما نقموا منهم إلا أن آمنوا إلا أن يؤمنوا الفهم ذهن دور ديبا زالة جيبو دينا مسلمان ديت الله ترى مسلمان قلبو ديت الله نو জালাজিয়ে দে ওই নম্বরে মুমিন দেহ আল্লাহ মুমিন বনিব দেহ আল্লাহ নো লেকিন আল্লাহ ইল্লা আন ইউমিনু কি আল্লাহ
وبي كافر انا دوار غرش متك غس جواب دي تم درغو ديت الله غرش متك هتا هو قلنا كافر هار دورا دي যে মুসলমান বলি একা মধ্যে ভাস করার মধ্যে লেখা আছে তার ডরা দে নাকি যার ভিতরে ঈমান তসদিদর তারে ডরা দে কেন ولذلك يا اخوان একা মিয়ান হে একা তসদিদ আর নগরি ভাস কর হে ভাস কর তসদিদ নগরি মুজদ্দিদু ঈমানকুম আর ঈমান তসদিদ অন্য ভিতরে ঈমান তো দূর আছে বিন কুল ফতরা ওয়া ফতরা আর তো ঈমান আর তসদিদ জরাফরে ইমান হদ্দুরই সাফারে তাকওয়া হদ্দুরই সাফারে আহিয়ানাল মুত্তাকি মান জিদ্দু গলত ফাযো লেকিন তকগুরে আল্লাহর কাজ আগদি ইন্নাল্লাযিনা তাকাউ ইযা মাসসাহুম ক্বায়ফুম মিনাশ শাইতানি তাযাক্কারু তাযাক্কারু ফাইযাহুম মুবসিরু تقوى دار مانوش مؤمن مانوش احيانا الشيطان ترى لك لا دوسا لكن ترى الله يعطوا دي وهنا فرق الذين امنوا ايمان اني صي مؤمن بلا مؤمن وكانوا يتقون الله انما ترى يا انما اداه حصر انما انما ليري بل يا ريت فرق مثلا اذن هدي انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انهم خمسه الا انهم هم الفصل توكيد هم المفسدون الا اقوى إنا المشددة هم تنا هم أربع الألف لام المفسدون ولكن لا يشعرون خمسة توكيدات طيب الله بل كنوها ألا كهيين إترى إنما كهيين إنما يكفاجة دي ألا يكفاجة دي بل كفاجة دي الله يحضرك زكاة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه بالمناسبة هنا جير جادو قد جدو لين عارف سألنا هو الجوعة هنا جير نوضاري لكن جادو مذيب آية ربش مهم مهم جدا الدين الدين مو الصحة فاضية فاضي فاضي هات واحد ثاني فاضي كده زي كده خلاص إبيات ما جيل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه باطل جند اللي بوك زي بول ده هاي بوده هوك تو عايتين فرا الله يهد ماري قذف تير مارهان سل مارهان كوف مارهان دنش بري فلاي بوم بارا غرا كورا فلاي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون اذا بيان ملك ينقر ايش الفرق بين هذه الحاجه انما دائما انما تستخدم كنار المعنوش زانا هنا هدا هدين فتدر هدا هدين زانا هنا بل لنفي كل شيء سابق اذا فنوش نايبك بلغ النفي قري فلان باطل غير فلان ايه الله ايه انما كان استعمال بجي لانه صفات المؤمنين معروفه نظرنا ديش نو زانا نشيس بس يا الله ولي خوف ربي فلانها صفات معروفه استخدم الله انما مع انه يا راجل ايتي بقى راجل ايتي بقى راجل صحابه ولي اختلاف بجي غني مكرم على الله وهم صحابه বদর লড়াই হদুন হদ আর নবীর হেমায়েত বুঝি আর হদুন হদ আর কাফের লড়া লড়া হাঁটি আর হদুন হদ আর মাল ফাড়াই তো মানিন খার يسألونك عن الأنفال মানিন খার তোলে মালিন বরাদি বিল্লাহ কি লাগের فاتقوا الله الله الدر لاغير واصلحوا ذات بينكم ترى ذات البين يعني ديانة المشكلة ثانية الآن الناس عارف من شيء ذات الآخرين يصلح لكن ذات البين ما نجيب
ذات البين معني إصلاح ذات البين لو حدا مستدياي إصلاح ذات البين معني من شرم لجين دي أن هذا إصلاح ذات الآخرين ذات ذات الآخرين ذات البين معني بيني وبين الناس أنا بيني وبين الناس تميت مشكلة وأسوي نفسي قاضي بين الآخرين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذات بين الآخرين إصلاح هذا مهم ولكن بيني وبين الناس هذا أهم فاشتغلوا بالأهم واتركوا عنكم المهم واتركوا عنكم المهم ليش؟ هذا أهم شيء يقولي بعدين روح في المهم لكن دي مهم لبودك أهم يريده لياس توني فارق ما نش ملا جود دورين هذا جميل ولكن الأجمل إنه يكون بينك وبين الناس إنما المؤمنون مؤمن هدين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله رياض ترى مونت ذكر لين جهنم رياض مونت ذكر لين قلبت الطريحة في لكن رحمة ذكر لين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله رحمة رأي دلنا ذكر لين جنة رأي دلفني لين قلبت منانو هند الله خنو منجد واري سوال قردو لين واضم مده قرآن مده منجد قلبت منانو نقيد هبار جواب دو دي ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو يلا ذكر لقلبت منانو نوت دو لين سمكرا قرا هذه قلوب تحتاج إلى سمكرا كيف لا تطمئن بقلوب بكلام الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قرآن تلاوة لين إيمان بريزا نماز مدى جارة إمام كيكي فجي سوال قرشان طيب إيش علاقة إمام كيف جيد بهذه الآية العلاقة خدوم منش وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا أرخدوم منش وإذا تليت عليهم آيات شردت أذهانهم إذا كان الذهن أصلا شرد ما سمعش حاجة كيف يزيد الإيمان فيه يحتاج رسوخ الذهن واطمئنان في القلب ليزيد الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله رو توكل هدن بشبر شخص الذين يقيمون الصلاة الذين يصلون معني نوازر يقيمون الصلاة معني نماذر حرش سر حفظ الضر ومما رزقناهم ينفقون أجد رزق عرس تمضي استمال قرين مالك دولتك وانسوالك نعمتك سبحان رك شكيك إن جدين أولئك هم المؤمنون حقا إن حق مؤمن لهم درجات عند ربهم ترى الله بلا بلا مرتبة ونعركي ومغفرة قنا يوم أفركيك يلا مؤمن قنا قرنك نعم حتى مؤمن قنا استغفر بالله الله يغفر بعد صوت ومغفرة ورزق كريم مغفرة ليري رزق ليري الله يك يلا زمان يرغب أو بيانول بعض أحيانا الإنسان قنا الزرية الله يرزق بطلاري هلا أحيانا الواحد يسمى ذلك السهو طاسي ولكن معاني وشنبه وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه خدوا بأي إنسان رزق عيد شمات بنظر يا الله يرزق لا رهلا خلي بيت أبا قري ليه ومغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله رد ورزا له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سبحان الله الله يهد يا رزقات
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا من شري ثابت خطا حقا زبين الوري حفاظت قريبا آخرة ماضية حفاظت قريبا يعني خبر ماضية حفاظت قريبا زاري الله توفيق دي مانوشي بأي جواب دي فاريب دي بازاري نجي الله توفيق نو دي مانوشي بأي جواب دي فاريب ويضل الله الظالمين يضل الله الظالمين من هو أصلا في ضلال عشان كده ظالم لكن الله يهدي يضل الله الظالمين يعني هدو ظالمون ري الله يحقق فوسط القضي رستل عرضي هلا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يبشرت الله الولي الله دنيا دورك آخرة دورك آخرة البشارة ذاني لام بوت أصل الدنيا البشارة يا الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه سؤال قرديت يا ابن عباس الله يهدي قرآن مزيد ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والله رضيت دنيا جادي ونكيدو آخرة ماضي ونكيدو آخرة نكي جنة دنيا نكي كي حدق بالأخوة أن يرزقك الله ولدا صالحا الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا بلا من شرف ونبري الله حفظ الدري فوانين الله رقص يدولي أو بيانو أجاز دي وازدت فايدة برنا فضل كان فايدة لهم هنان أزيالو دي فوين سوين بره الله رجو سيدو تون توار فوين سوين بره سوين فريبا زدور الله توفيق دي بهد دور فريبا دي توان سوبر بار تاكي لي الله يسوني بوده تواري وطاكي ليو الله يسوني بوده الله رجو سيدو الله تبارك وتعالى حفظ الدري تلو اك بشارت الله يبالا فوين دون عرق بشارة الله يسولون عرق بشارة الله يك إيمان حفاظ الدران الله تالله حضن الله وكانوا يتقون هند الله بشارة دولار بطري خابت دكم بلا بلا شس الله خابت دكم يا الله رسول صلى الله عليه وسلم نبوة فبرا جيد سماش بنا بلا بلا خاب دكم نبير خاب هند الله حفاظ الدران كان كفلق الصبح ماني قومت تولي ياري حضرت خذ ياري بذاته آية جا قومت دكده مثال خود جدره آية جا قومت دكده عارض وفو جا إبن نام مثلا نور إبن عارض أشي إدون حدية إني قولا قلا إني نوائنر كخوني فاريتو خود ديري عشان هاني بالله إدون حدية إني قولا قلا إني خطا خود دشمات درر بجا درر كل سهد دي زين قوم دكي تفاح اني افندي اني كلا اني اضيهم لرشدي سبحان الله هاي قوم دكي دي سماش رسول صلى الله عليه وسلم راكيا قوم دكرين بين تماما كفلق الصبح هب هند الله وجدين توسي صلاة تماما هند الله هذا الله هو دين نبي حديثات الرؤيا بلا خاب جزء هذا اكبرات من 46 جزءا من النبوة 46 جزء من النبوة يعني ايش 46 جزء من النبوة خد النبوة تار شاليش صبرة تار اكبرات جزء من 46 من النبوة طيب الان 46 اضرب في اثنين ما هذا جزء جزء من 46 طيب الجزء الثاني صار واحد إذن 46 إذا ضربنا في اثنين كم يجي؟ إخواني طيب ليش سؤال 46؟ فكرت ليش 46؟ رسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ضرب عفوا هذا قسمة على مو 46 ضرب قسمة على اثنين يعني اثنين ملي واحد
جزء من 46 خلاص قسمة على 2 يجي كم؟ 23 كانت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة كم صاروا؟ 23. 23 لو نضرب في 2 كم يصيروا؟ 46. والنبي صلى الله عليه وسلم خاب الدك كده صمش جزء واحد ولا مو جزء واحد؟ إذا خلينا نار النبي تيج بس دعوة دي بريد فتي بصر ما دوبارات دوبارات جزء صمش صمش دوبارات لنين فلو خبراتي 46. يا سبحان الله كيف دقة حتى الله النبي خد حديثات جزء من 46 جزء من النبوة. طبعا في أحاديث ثانية أيضا تفصيل ثاني لكن هذا الحديث عجبني. ليش عجبني؟ لأنه يتوافق مع دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الله تبارك وتعالى وادا قردي النولاري الله ذلك هو الفوز العظيم بشي بركامل فنان. الله رولي بني جنة حاصل قرآن الله روادا نولاري مانيك يا الله إخواني ضروري نكي الله راضي وي ضرور الله زندگي ورا متناراض نو زارني كي الله يرحمه دربوتره قال إلى يه ترى متن إلى نودي هذا الله زني كي الله توخ آنياره راضي الله را راضي غوري هجى الله را عبادت غوري صي غوري إخلاص الصادق شريك نغوري خادياره زني كي الله راضي غوري هجى الله رحمه له هجى خلاص تويا هم مرحبا. ولذلك يا إخواني أريان لو بجوده آن رمضان السنة يقول حاني هني قجي أريان واسفران وحريبان لو بجوده لا زار الله باسي لو إذا راسلا حفاظت قريب ببورك تو سولت وارز دي تولي دي بورك قرار دولي وار الله يجو باسي نو خورت باسي بوده زيت دي نكت وار بشاش الله رو رائز دي وار يقين الله رو رائز دي تول بالا وان اشتاي دا عبادت دي رمضي با ورحم الله سولت وار إن شاء الله الله باسي دي لا تبديل بكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم يا رسول الله من شخط حد له يريه توس انت فرشانين وانه طبعا ولا يحزنك قولهم زبرات الحين صار عندنا ساعة ونص صح؟ باقي شوي إذا خلينا الرؤية الصالحة للتنكة الشيء خلينا نتوسع شوي في التوسع في الرؤية ونقفل رؤية ما نخاب بلا خاب مؤمنة دي كده أخير زبانات تفسير الدنيا الله قد الحمد لله خاب ما زي بشي إشارات ولا فيه إشارات معني خاب مو ديكو هيد الله إشارات هدون دي توات الدين ياد أسد ولي تو زين دیکھو ہیں بوزے دولے تفسیر ہے با خواب تفسیر دعا منش تو ایک جنا دو جنا تو ایک جنا رو بوزے دو جنا تو ایک جنا اما لبیب بوزنا و اما حبیب ادر گرن لبیب و حبیب بعد زار در نہ بوزے ایک مطلب کا منش خواب دیکھ دے ما کی کاسا بوزا دلیو أجاي بزاد الحنين بلشين أجاي كلنا نحتاجه ده قام الشيخ عبد الكدة في واحد خالي كده مرة خالي فاضي ما هو ومرة خالي هذا الفاضي أيوة قام الشيخ عبد الكدة إما خيال أنا راجع بزانا يعني بزاد بزانا خلاص هني هار مليان هذا هني أخي هني هار فريجي فاني بنا في التاجي الحمد لله شارعنا لا يمكن بس خواب مدى شارع صح؟ تلما نشوي زدني دي حابت دكي فاني الدلوش فريجي فاني هذا التاجي يقول فاني نام نهار فاني الكساري قلوش فريجي حضرت ابن سيرين كان من أفضل المفسرين ابن سيرين رفض دير آين دي لك الحاب دكي سولف هو أدرك أهلك تود قرصة
الله حضرت وار بوره خارج الجي بوراي برقطة فوي برقطة باهي بموريزة فوي بشر فوات والله دايب كيف عرب موريزة كده خارج انت كيف تعرف أي عرب شام جينستان أنا نيلي دي بين نالدي كتير نيلي جاي لكن حاول كيرا هوني غري خذ دور 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 خذ دايب جالس يوم نه بعد والله بسرعة عرب هو توما ريحه ودي دور إذا سيء ساد فعلان فاران آخر يوقت زماني بور دكي بويو زمان دكي بجي اكزن لو اكزن لو سوغر حاني خطا خوي بجي سوغر حاني خطا خوي بجي بعد بوا دون كفر بجي اف ووا ادار فوات اه خد ابن سيرين مور بوا مارفن ابن سيرين ارد جيلا تو كنگور خوي بجيو الدليل خواب التفسير دليل لاغي منظر کا تفسير غرينة باري خواب ونو دي كده انت كبير خوني باري خد رسول صلى الله عليه وسلم حدث ما زخد رفقا بالقوارير ما يكون دوري غزاز بله غارورة بله نورا غزاز زنك عينة زنك خد لبانجا قول ما يكون وين دي له سفحاني الله يه من ماء مهين انسان فاني تفوده بجي تولي فاني غزاز فاني قد فاني نو هذا الحر شيء صلى تفسيره سي من ذكر تفسير نقول جاين لكم ميدي وعظم مجد فاني هو جيبه فوا نو هر ذل هر شيء صلى دلا دين ارخاب لوي رات ارخاب لوي فرق بيارم ارخاب لوي ريب ارم ارخاب لوي فرق زيول دست در خاب لوي ريب فارا دست در خاب لوي فرق اجزان ارخاب بدونر تفسير برينا فرين المهم زائر جوابيان فواتوا ارجون هدى حابت بكيد الله حضرت بالسيرين ردي من غرائب التفسير من ابداعات من سيرين في التفسير هدى حابت بكيد ارى مدى خرمجي قال الله يا رباني دي كان مدى خرمجي تطا هدون اجزان تولي دير تطا بعد مطا زطا ويبو بو عبدين على فرد سلعي تطعين زيتين كعدائر قمت دكي سلعي تطعين تفسير ساتو الشيء ومن الإدعاء في التفسير حضرات ابن سيرين خد لا تكذب نساء نفوش كيف؟ عن نساء خد اوكي هم دي لنو دي قص آي نو دي قلت كنغوري خدرو تو يعرفوا دي قمت دكي لاني جيل خد نو دي قص هذا كان شيء سنو دي قد خنان خدا آتا مدى خرام جدي أنا سي تطاعد جدي أنا سي كان مدى خرام جدي أنا دي قصدي براعة في التفسير مفسر الله الحمد لله نهري عجيب قد والله صحيح ولكن خوي فارو أسلوب المبالغة خوا مدى خوي فلا يدير قرين سسر جدي فلا يدير بس كيف عرف أتنا خرام جديون خود النبی حدیثت خود دی ترینر خرادی کی بوده مومینی تو منافق تو مومین نو تو کنگو ترینر خرادی کی آتا خرادی کی بوده منافقی سبتا آلائی بوده منافقی خود دی خود بھائیو کأنهم خشب المسندہ الخشب الخشب المسندہ اللہ یا تطور تو لے توہین آڑا دے دکو والقید لا یراہ الا مؤمن ازیالو جو بیانون قید مومن دیکھے بولی ہوئی آرے مستمہ دین ہوئی یان تینر خورا مومن دیکھے دے این ہوئی علاتون دگری لنے حلوی بیارن میں خورا دیکھی رہے ماسلام ازیالو نور کورم مدے کیسا سے ہی دے خورا دیکھے اللہ یقین لیکن انہ مانوش خونو دعوہ نہیں خونو قیس نہیں خونو بیارم نہیں حتى اللباس لباس حضر بعده خور فينا حضر آگه خور فينا كي فرق بشي فرق حضر آگه رسول صلى الله عليه وسلم خوابت دیکھت دے مانو شوال عرم نو در حساس شی ایک زن سین افان خور فينا ایک زن فتح فان فينا ایک زن عرو فان فينا حضرت عمر بن الخطاب خور فينا دے سس سورة در زحف سسرة هو الله سسرون أصلاً منا سرقران نزلامون أصلاً منا إن سسرية حرفين حضرت عمر بن الخطاب
رسول صلى الله عليه وسلم تفسير قرد الدين إيمان هذا رتمار الإيمان ساتر بشي إيمان هذا رتمار الطيان بكلمة حضر بعد ذلك حضر بعد ذلك ما جهز قد جاء حضر جيا حضر قاشي في برا أرضنا قابض ذلك ده خاص وصرا طبعا خاص وصرا هون يان عاد وصادة هلا ميو أرب الله غيره هون أرب الله غيره هلا مشكلة أرب الله يان تقول بدو خاص وصرا حضر بعد ذلك هذا بشروه برب شار الدو توار گنا اللہ ما کرے دی کہ اللہ نبی حدیث میں فرماتے ہیں خنوق کا مانوس حج گج جے اللہ راضی ہو ہنگرے حج گج جے مانوسی با دنیا میں مدد ار مت نویا گنا خطا زین کی مار پھڑ توے بس مدد ہوس و سرا گنا سرا زبین مدد اشیر ار مت ہند لائی دی چلے ہوس و سرا حاضر بعد لئی ہوس و سرا حاضر اگے لئی فرق مروان ابن الحكم مدينة مدد جو خواب دیکھت دیکھ مطلو مروان ابن الحكم ابتو حشب قرآن ایشی غمت دیکھت دی غطو نیوی موسید مدد گل لحر مدد گل خونو کیے نہیں ہیتے موسید خالی گزائی محراب ریاد آئی تشکری دیکھ لئی اعوذ باللہ محراب ریاد آئی نوبیر محراب ریاد آئی فشاد گوجی دی تا زگانو بے سر ناتی گمو تو تام فائی بیش سنتا کرے او آتی گریرا حل اللہ یعت تو رحم گوجی دی معقول تولو تو سعید ابن المسیب ور لطی سعید ابن المسیب ور ہو دین آی کن اند اللہ ہم گری فلی او بھائی بالا ور ہونو بالا نو دولے تب خود خوش خبری لو بشارت کیوں الله يتوان نصلت تو فراز زبين الور بعد شيء غري بدهن دي لفوين باير غري بود الله ذكر الدله واقع الدله تماما وسعيد من المسيب أيضا كان مبدع تفسير رمضان حضرت عبد الله بن الزبير خابر بفضل عبد الله بن الزبير صحابي سعيد تابعي لكن تابعي تفسير يانك صحابي رطور سعيد بن المسيب عبد الله بن الزبير ذكر دين يا زي وقت الله رأي صلى راه وليد بن عبد الملك ليري عبد الله بن الزبير ليري حجاج مكه ما ذكر ده هلا هي وقت ما ذكر دي وليد بن عبد الملك عبد الملك بن مروان عفوا عبد الملك بن مروان سارات ما ساري به خرا فيت ليري مدي ما له ري ري فات له خرا له فيت له خرا له خرا مرا عبد الملك بن مروان مرا فيت له مدي ما له خرا سارات ديات كولا بيان تينا كولا فتية آتا فتية تينا فرا إن كي دي كي لامل هوي ما نشكوا دي فدائي سعيد بن المسيب ردير تفسير الله مكة تو دي فدائي دي مدينة ما نشكوا دي هود دي آي اند الله اند الله حاوت دكي سعيد بن المسيب من براعة المفسرين كي هوي هدارنا ما نشكوا بريك ساي مثلو كالا يرى توربنا منشي اند الله مدكي حاوت كي زوغو يمتو خدا دکی دے خود تو عبداللہ منشی خواب یعنی دکی بو ایش قوت التفسیر ایش الابداع مثلک لا یرا فا اما اخبر دنی اما عرف و بد جبیح ون دکی دیا و اما ارحال مع السلامة خود عبداللہ بن الزبیر دکی دے خود نعم مثله یرا اوی عبداللہ بن الزبیر دکی دے سر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الله الحكم ورور العزيز بالله كي الله خد عبد الملك مراد كده تجيتي بو عبد الملك بعد سرقف وهي زبين رور خليفة بنو النوم شكل والواقع شكل ثاني تماما الدين قام عشان نيانا فينا بياد الدين بياد الدين نيانا كنا يعني كنا دورا دي مكتا كنكن عرد دينا مكتا قم عرى قم بولي حد دينا دورا مكتا درخوك مكتاريا الدين بورا قم ما دي باب قرش وارقو دي قوات اكو سواري دي شاكنو كي بي بو قم داكي آتا يسا قم قد الحمد لله سواري باني قمت مجدين شاكنو تنو حمد لله دورا دوانا شاكت إذا دورا كي قموي ان الله قد قيل
بيننا فضل بعد سعيد بن المسيب رهضة آي خابت دكيدة آي يار بوري سوار قدي إبت تفسير آسنة خد نعم كي تفسير خد خوش خبر إلو كيور بشارت لو كيور الله يتوار بور فرد مدد والله كو مرد فادي الله خد دي ستون قدي كي سوار كوشية مع الفرح طيب من فين دليل هولي وامرأته قائمة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم فرستولي بشارة جدا وبشروه بغلام حليم فرستولي مرت بار بشارة جدا هارون الرشيد امتد شنو جمال رشدكين خابت دكت دي هبار قابورا زين دولا شندور هم بلا شندور عصي مكان خلا عند الجوجين أسود بح والله أخونا جهنم ما نبغي نزلم ولا إيش اللي شفت في الله سوق مفسر سوى الله مفسر هاد دين يا أمير المؤمنين خوش خبر إلى بشارة لو عارم خلاو بيدكم وديكي كير بشارة هذا توار بوشام توار بور فرد مدلك والله زرف وبدي كيف وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذن يا إخواني تفسير الأحلام من زكانه كل شيء له رب في قصة يوسف عليه السلام عجيب قصة لمبا إنه زي بس عايق فنمين باق ما يقدر تفصل بشي لمبا افواي قروه هو يسود اقرر احد عشر كوكبا وني سيطر المزيح اقروه ويسود اقله علاقة الابناء بالكواكب فين الله يخد دار ريب المال والبنون ايش زينة الحياة الدنيا ان دنيا شندر كوين سؤال أنا أرجع أقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فلما رؤيوا في المنام زينة السماء كان في الواقع زينة الأرض ما نشوف وياك مطوع حسيني أما القريب هنا في ملكان هذه القصة لها 8 سنوات تقريبا أجزونيك كم مزرعة كنت ذا شو أحيانا قفوا جار قفوا جار هنا دوها دي أخذ معاه صاحبه فوجر له جاي مزرعة عن سيد الله خديان حوش ديا بطرة ما شاء الله قيوان وانيان سولر مزرعة ادبير واسين ادون تيا ما جرب تخدي أنا اديني فرصة عشان استخير هذا ما في مشكلة دونه فوجي سائر أشي زكيني بو هدا استخارة خابط ده كده طبعا ليس بالضرورة خابط ده كفر جل ليس بالضرورة لكن انت دو خابط ده كده الحوش كله مولا حوش طبعا انت مزرعة كنت جيدي على مزرعة يا مزرعة ناي انتو اوڑيكيو انتو اوڑيكيو خام نگر دين بہت بسرار انت خود دين آج مزرعة دكين آرا خام نگر دين بہت بسرار لكن هنوك مجرد حم قل لے كتی گروه حریب هند اللہ مزرعة هند اللہ حوش سائر شدوا خابط ده كده الحوش كله قول حوش خاف الله خاف الله من جد عندي نفر ارحاف مليان ثعابين او والله جد تم خيري آي خوري قولي فجر بزي والله يا شيخ يلنا حرم يلا خود دقمو دعين ايك زحب دك دك افواج جاي اي جارن نبوزاي سور هاي دك اني غلائي دك جانا فيني بو ديان راحت الايام دو تين بصر بعد إذا خبر فيه مزرعة زي سعد أخضر هاي قولا غلا ما شاء الله ويا الله خند الله ما شندر يا ناي حفظ كلام دين عند الله كوبي فوجر هدي يا أخي كيف ما تقول لي فوجي هدي وباي ثورة الله حفظ هاي ريت من حفر ماني كان هو بزو طبعا حفر ماني بور دولا ماني ولا سو من بينها ماني ولا بطريق خود حفر کی کی ہو خود صعبان ہو اور حفر صعبان ہو
আরকি হ আরবি মধ্যে হাফর কি হ আফা ওয়াদেন হাইয়া ফালারদ ইদান হাইয়া আফা হানাশ সুবান لكن مما اسمائها ايش حي هذه الارض حي حط النبته فيها تطلع لكنه بينه كيف التفسير العجيب ولذلك قمت زهادك تابعها نبوذيو في حاجات كثيره خاب ليري شيس ليري واقع نو قل يا إخواني ولا يحزنك قولهم يعني تكي الله تيا غرافة لدي يعني منشر خطا هدين بشبرة منشر خطا لير منشر دكفاني دي خدونا خدا عرا منشر خطا نهوني وفعلا صادقين لكن تو دي لير دكفاني كنا بني اد دي لير دكفاني دورا اكزانر برنا يقرر دورا قم انا شعر بطرير واحد من الناس فلان من الناس ابر خطا منشر خطا هذا دليل الدكفالي تمي ترى انه غير بني يا اخي والله لو كنت مخلص اصلا ما كنت تسمع كلام الناس ان هذا حق سن الله يهدنا عرب نذيرين ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون هذا رسول الله صح اثار مدها نبي وكما شر نصيحت قرد دي ما نشك دي خد يا رسول الله تمي عرب نصيحت قرد خد لا تغضب بشان هو بشان سرى ما نشك سنه عرق دي حدثة بشان هو دي با لا تغضب معني بشان هو دي معني بشار نتيجان نده هيو إذا لا تظهر آثار الغضب يعني مش لا تغضب كيف ما يغضب أنا عندي دم هنا أنا مش صاحب مويا جن في الداس أبر نرمولي وأنا إنسان أتأثر إذا لا تغضب يعني لا تظهر آثار الغضب الغضب هذا حقك أنت حق مشروع لك ولكن مو في كل شيء أيضا تغضب لا تظهر بشر آثار من ولهاش رسول صلى الله عليه وسلم رحمة الزين خجو نبيه هنا التأثير نوتو تأثير ماني بيارا نوتو تأثير ماني هم اردينو فلا لكن خطين فوني سنتلاتة سنتلاتة الله يهدي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هربي دعوة ارهموت هم هادوار بسالي بلا سورة ولا دشمنو أسلي شدين سورة ولا دشمنو أسلي تودي لدكفالي أعطوا هدية يبنون الله هدية والله الله رو هدية دي اللي بك عندو ردو يوم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ذكرنا القرآن القوانين عاد ما كروا لدي قرآن القانون عاد ما كروا لدي سنة عاد ما كروا قرآن لك نهر دماغ رول لماني مانوش کوئی آر بننے گرر مانوش کوئی آر نویا خدا ہور آب دماغ ہو دیکھی مانوش باتن مثال لگوی ایدن خدا کی اللہ ہور قرآن خود دے باز دارا بشی گر توجہ آر بشی گر ایش القانون العجیب ایش القانون اخوانی الان الرياضيين دكتور اکولین بول کلار زینی کی مدرب اکولا سے دین نصوره تولي ده منشر دوري والله كي الله خود بيننا صورر نياش بشي بلا يعني تعرفون يا إخوان دكتوري مخطاء فوتا تنزباسي هي بما ده ميديا منشر بيارام سوي هلا ده الان عارا ده خشه هو حواس رسطة مدى عدي بشت مدى توي مجد ها برنة تن تطرنة بورا منش تطرنة بعض منشي بودد آر اتیرن تین یعنی تور گاتلی حلت دیا خودم مانو جتا تا دبایا ماشاءاللہ آئی تو دلائی میں تا گورا نکتا آسن خودم آر فاما ساری گو آسن ایک دن دہائی زر آر مردی با دوئی با دو ساری گو نوزی فائی با تور مانو شی برے اتیرن تین یعنی نجار گو جائے اونے یا اخی اکنشیس تون بودو دیل یعنی انسان القدم اللہ سادا قدم الانسان بین القدم طولر سامزيان نگي اسه بين الجلد طولر سامليره و بين الارض جاذبية حديد حيث نلے كسالوا ميدي دي لے خواصر اقول كسالوا لنگو اللي
لورن حديث حي زيادة الله شو أنا ما صلى جيل عربي هذا بشي زانة دي دوين نرى هدي الديني سمك دوين نرى هدي فهدولا كلهم سمك أدلان أبغى سمك ميت طيب هذا سمك حي أدى أبغى سمك مات من زمان موريخ ورشوه جيل إذن هذا حديث حي كسالوا انت يا ايها الانسان توار جسم لا يريب الطبقه السفليه للقدم الان اكتشافات طبيه مذهله تقربك توار الله كنار بشاني وار بين الارض وبين الانسان جاذبيه ليس بالضروره ان بوذيو ده هم ادي قاعده طب هنا ما فيش ميدي إذن يا أخي طب هنا ما فيش ميدي أصلا في جاذبية أرض ميدي نتأكد بطراس دون هذا الله حتى تيم محمد أنا أرى هنوك دمانوش أنا مخالب نقجو تيم محمد هم هم ميدي تمارون ليس شرطا إيدي ديبالت من دي تيم محمد بني الناس مختلفين ديبالت من دي ملي أقول لكن أنا رأيي الشخصي الضعيف العبد الفقير إلى الله أنه دبالت ماري تيمموا لي جعلزين إيش الدليل؟ نفس الآن فتيمموا صعيدا طيبا إيش معنى فتيمموا صعيدا طيبا؟ خذونا هدى الصعيد هو التراب خلاص؟ مدي ولكن هذا صعد على الأرض ولا ما صعد على الأرض؟ هذا من الأرض وصعد على الأرض إذا مدي مدي ولا نوني با بتو هنون أبو لكاش نو أبو لكاش نو نواريش إذا ده هاي ده أنت وراب لكاش نو ده هاي سيام وتبت يمو صعيدا طيبا كلما صعد على الأرض هم معنا شكر فيك سما ريا ري خلاص إيش في قد سمعنا فتيمو صعيدا طيبا وصعيدا كلما صعد على الأرض من التراب وصعد على الأرض تيمم يا إخواني بعد ما نزيلت هذا ما يحصل ميري انت لا تجي تضيق على الناس تقول يا اخي التيمم لابد من التراب طب هذا في الزيون من فين يجيب هذا وبعد ما نشال داك بحنا مدين وهو في السرير الله يشفيهم ولا يبلاك العافية نعمة سريرك هذا كيف يروح يتوضا وكيف يتيمم نولارير سريرك فجاء بالسنين ما يصلي يعني إلا يصلي طب كيف يتيمم دبل أصله دبل هذا من المدي ولا مو من المدي هذا من المدي دق على الدبل فتيمم صعيدا طيبا إذن يا إخواني هنا في خليل صح لكن هنا تحت في مدي المدي يجذب الزنهد يا أخي طوال خطي أنا والله ما أصدق في خليل تحت الخليل في بلاط فين مدي عشان يسحب صح وني هنا احنا قاعدين نسوي بث مباشر صاحبين الواي فاي من هناك صح كيف قبلت كيف صار السحب هذا اقدر رمضان يوم مصدر بعضي اقرى كناسين هيدا رمضان انترنت مودي ناسين رقم السر دي هيدا رفوان يوم اقرى راستا مدى بولين هيدا انترنت جوال بساين فاري طيب دار قرى الدبالين فاتي ركنگوري هفتي مفروض دبالتو رفي جانا فتيو إذا كان هذا الجديد الواي فاي يخترق الجدار يروح هذا حق الله في الأرض ما يخترق يمسك رجلك أحيانا يا إخواني التقنية مما يقربك من الله ويزيد في إيمانك اتتري شريحة يا ميموري والله اللي كتير اللي كتير نفرع فكيف في رسالة عبد الله يبو إذن يا إخواني الزبيني جاذبية واكتشافات يا لهود دين الوقت اللي فوتة الوقت اللي فوتة ماني والوقت اللي فوتة فوتة ربطه تهجد الوقت وقت السحر هذا الوقت الجسم الأرض يمتص من جسم الإنسان إنسانته قوالته تحاله هنا عروق الأساسية هنا الكمبيوتر حقك هنا هنا ريا هذا الله يعني هنا الدرم كما اللي فقدان الذاكرة ودي هنا الكمبيوتر هنا الأساس ولذلك الله يحفظهم لله ناسية كاذبة خاضعة الناسية هنا المراد كله هنا شغل هنا هذا الله يا إخواني هذه الناسية ولما يسمي السودة الذالية زبني كاني هلا سنتا فرشاني بيارام
دوك ثاني فلا دين فرطي كأن إنسان جديد. ولذلك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج الاكثار من التسبيح. أرى قانون المخالف أذن هبل يا رب أنا عبدك الطايع المطيع هذا العاصي إذا ربنا قريب لك عليان دعوة الرباد عرفه الدي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين يعني ركن قراش شيء كفى جاسي الوقت يروح كثير وسامحوني إن شاء الله يعني باقي 5 دقائق وأقف. وكن من الساجدين يعني ركن شبر فايدة. وكن من الساجدين جماعة النواس صحيح. وكن من الساجدين جماعة الصاد واصفر هذا صحيح. لكن في شيء مهم جدا فنان أي قرم مزراتي النواس وتولي بشت أربع وريوم على دي رسول صلى الله عليه وسلم هدي الله يا قرم مزر برهدك وقرم منشر ور برهدك زي زمان وري بشت بورة تولي زي بوري بشت زمارة تولي فأصبح ساجد وساجد وساجد وكن من الساجدين قرم مدت مي عبادة قرار فوين سوين در النصار قرم مدت مي تحجد فتوتي وراتية خاصة هذه الشتاء راتية لمبا فوين در نطول خليه مناو بورت لنقر لا تريدو وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين يفن عبادة قرارتك اليقين عن الموت في هذه الآية سيايا ويقين موت بلي هي ساري كله يقين موت موت نو اي آية المدى المراد ايش موت ولا يحزنك قولهم آية بس فرفورة كلي خلاص جتني آية فرفدوها تالي آية ده حتى ما ناخذ الآية هذه من جديد ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. معلش آية فرفورة كلي ليش لأن ربنا عزيز الله عزة خدين كيشيس عبد العزيز دانم توي. الأسبوع القادم الدرس حيكون قوي جدا بإذن الله لأننا نتطرق إلى اسم الله العزيز. الله عزيز عزيزة ننظر ما معاني دي إكماني سات إذن هو ديش معنى عزيز. عزيز سات ديان معاني عين أخي فنعجيك كان هوي عزيز معناه مثالك معنى أنك وراء خلال رضيا لا يوسف إيش عزيز يعني مساعد الله يهدي. فعززنا بإيش بثالث عززنا يعني دعمنا إذن الثالث كان مساند لهم مساعد لهم. إذن من معاني العزيز السند واللي ما له سند عزتك هون وأنبياء إزت المصالح لله. تصور الناس إزت هذي بكشيس ما ليش أجا سامحوني يودي وخذوا المحاضرات ما قدرنا نأخذ آيات صفحات كثيرة. المحاضرة الماضية أحسن محاضرة أنتم 3 صفحات أخذنا لكن المشكلة هنا يا إخواني الآيات هذه صعبة. الأسبوع القادم مفهوم الناس في العزة خذونا هذي يا أخي عارف إزت مالي يكون عندي فلوس أرض الهدى عارف أتمنى أن أكون شوية حلو جميل قصة يا مريم شتاء يا مريم رأس المدن اليوم كل مين يسلم عليه معناته أنا عزيز. يا أخي صاحب العلم ده ما حد يدور عليه في هذا الزمن يكون عندي سيارة حلوة فخمة أنا أكون عزيز. أزن هدى والله عزيز يعني كل ما أخرج ألاقي سيري ليش هدى أحب السيرة أحب أكل سيري كل مكان أروح أحصل سيرة خلاص أنا عزيز. هذا كم مثال إخواني عزيز إن العزة لله جميعا. والآية كيف الله يكنقر فنار فرر آية إن العزة لله جميعا بعدين هو العزيز له إيش ختام هذه الآية ختام الآية هو السميع. ليش هو السميع ليه هو العزيز إن العزة لله جميعا. طيب هو العزيز ليش هو السميع يا إخوان. الآن أرد شمال بشبره مصيبة البزرزة
او بيان الاعتراض لك جو الله تقدير الورين بعض من شد اجبار انهار او الله دين شويتام خبصار شويتام كي شويتام الدنيا هينا اخذونا فدت وراهد ابو يارين سندر بره شمار فرين والفين يارين اين خطف ودني عرائل اخوان دكت قدرين دين اختاركم الله في ذلك المكان واختارنا الله في هذا المكان ولا اعتراض على الله في قضائه وقدره الله حكم توهنا رأيت دفل ايدنو آيهن تورد راكد ايدنو اذن وربك يخلق ما يشاء ويختار الله الاختيار آيهن بلد ايدن الله ايدن ايدن هنو قرنت الي توهن فرد ايدن الله ايدن اصدين هنو قرنت الي توه زغت هي امتحانات اي زغت اي امتحانات كلنا عبيد لله الله الخطا لا معقب لحكمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون اخواني ما تنرى عذر خنقر الانسان ري الله اصلا ما اراد هدي ولا شيء ما رحمت هدي كسوش اسمه الله رحمته موت ان الله رحمه الدين دفات الله يرحمه ولا الله ينذكر رحمه ولا الله يخوين فره اذا الله تو حكمت اسه اعتراض نبجو شو دايو بين دفات دي انا ما دارايو دفات دوار جسم ما ده بتوري بار اگر خلوب تفره او بجانا توار دارا نفارد دوار تيو نفارد سنتات تيو نفارد خطات تيو نفارد ولكن الله روري اعتراض مدجو الله حكم روري اعتراض مدجو رازيو يو زيان الله ترهد الشيخ يعني دور على رازي على الله بنده إنا لله حجنا إنا لله وانا عرب يقول الله الله غلامين حجنا فلماذا نعترض على الله الله روري اعتراض مدجو وقبل شو سؤال قرب ما ليش والله سؤال يحتاج إلى جواب كثير ما حكم صلاة المأمون إذا ترك قراءة الفاتحة عمدا سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية وهل تبطل بتركها أم ناقصا من ثاب قارئها ولا تبطل صلاة تاركها والله يا أخواني هذا كثير مشكلة صلاة الجهرية هل تعرف مذهب الإمام أحمد بن حنبل المشكلة هذا هو دون منشير كل ما هو مخالف هذا إذا ما قال مخالف من يحسب أن هذا أبو حنيفة أربعة ما نشر ما نحن في بشيء جديد ما نحن في معني ما ردي حنا في ما ردي حنا في معني الإمام أبو حنيفة من حنا في هذول أنا أبغى أسأل واحد يقول لي أي حنا في ذلك حنا في هو تعرف أصول الإمام أبو حنيفة في المذهب على كم قاعدة هن قاعدة الوراء أبو حنيفة إمام أبو حنيفة رحمه الله وذهب بني إمام أبو حنيفة يجباني مذهب انتشار قدين هو يعني خوي فرنين أصلا فكرة يبهر يوت مصد بنيوني مصد جان خوانا بني خامها الزنيا دي فكرة دي بعد ذاتي ذاتي همو بيهو أصلا زاقيان خود من كوف الكوفة كوف الكوفة ماني كوفة رفن بني كوفة ولا ردين هنا شكيين كوفة ولا رفولة أستاذ الله من كوف الكوفة أولا كوفة ما زي أعلم نشرف نبكي حضرت عمر بن الخطاب خارد فرين عبد الله بن مسعود فرن فلن صاحب القراءة الصوت الجميل القرآن الجميل صاحب العلم والفقه وأكثر إمام أبو حنيفة الأقوال هي أصلاً في النهاية زلة أفهام فهمات خاصة لعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الشاقر هذا إبراهيم النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود وأبو حنيفة من تلامذة إبراهيم النخعي إذن يا إخواني المذهب الحنفي مذهب قوي يروى سائد إنه وجود من زكاة وفعلا خد المجيء حنفي بورد الله خطأ خبلاك يلا خد له درنين فارم ماذا معنى حنفي هو اللي ذات الله وهو لا يعرف أصلا قواعد الإمام أبو حنيفة ولا يعرف أصول المذهب يدطف النه دفع لي الحنفي ينهر يدطف النه دفع لي خوي غلي فالإمام أبو حنيفة رغوبة ينهر بارد مجيء ظلم نغره بودر حنفي أجدر هزلم قريدار يا الله هو بريء أصلا ما يتحمل كوار من حماقاتك انت تبقى بحاصورة هدين الإمام أبو حنيفة ما يتحمل
لكن توي هون ضيعت المذهب الحنفي عربوني الهيري خطب لنا إلى قوتك. فإذا نعي صلاة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل تعرف مذهب الإمام أحمد بن حنبل في هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل يرى جاهريا واضح ما تقرأ سورة الفاتحة إمام فرد وقت. فهل أبو حنيفة لواحد يقول إنه ما تقرأ؟ بعض ما يشيل بنا إمام أبو حنيفة في دين النبي دي. لا، الإمام أحمد بن حنبل. طيب إذا إحنا لا في البلد هذا أرينا المذهب الحنبلي هو السائد، تلي أن المذهب الحنبلي المخالف كوي إيه؟ لأن الدليل خالف، نمشي بالدليل حيث مشى الدليل. دليل زيان ده هدية عالت من زيان ده هدية بنيان بغيرين المكبر. الدليل أولى من كل شيء. طيب الإمام أحمد بن حنبل إيش دليله؟ لما صيب من الأدلة قرآن فلي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وهذه في الصلاة. يعني بارك الله شيء حفل ما درسنا قرآن فلي أرضنا خطأه ذري ونن نعم زوده خطأه ذري ونن قاري ما مسجل ما قرآن ساري زين آتوك الخطأ أصف هو ذري ونن أو هو ذري ونن تنواظ ما القرآن فلي رعما ذري ونن لا ما تتكلم شيء. فإذا كانت الصلاة فيها استماع للقرآن بالتأكيد بالوجوب فيا الحمد لله نعرفه له. وهنا السؤال، طيب أرينا أخذنا مذهب مين؟ مذهب الشيخ بن باز، نو مذهب أكثر أهل العلم عبد الله بن المبارك بل قيل غيظة اقرأ الفاتحة قبل الإمام وأثناء الإمام حتى بعد الإمام، اقرأ الفاتحة حتى لو دخل الإمام هنا قرادك أخفي صوتك وفي قلبك. إذن هذا المذهب هذا القول إذا هنا الشيخ بن باز حليق أين ذنو هذا المذهب كان موجود، هذا القول موجود قديما كان موجود. قالوا بين هل رأينا مختصر الحمد سوريبا فراف ريبو فلف عريبو ذنو فراف ريبو ذنو وقاتي فلف عريبا أرقاف ديني فراف ريبو. ليش ليش أبو هريرة أسلم في سنة 7 حضرت أبو هريرة حق بصر رمضي إسلامني كان حريص رسول صلى الله عليه وسلم نماذ مدن يواصر عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبيب سبحانه سبح اسم ربك الأعلى وبيب سبح اسم ربك الأعلى يقرأ نبي الحسن يحسن التلاوة. إخواني كنشس سبب أي وعظم من القرآن تلاوة بريدي إخواني يشهد الله الله قباسي خنوط مارا متبارك والله بالله ينو خنوط مارا كاري قريفونا بالله خالي قيهان الله ينو بس كنشس الله ونرى تأخذ القراءة التجويدية خذوا من المحاضرة القرآن الترتيل التجويد التفسير الأحكام لهذا السبب أرتب. الآن رسول صلى الله عليه وسلم فرق يبي فرق نماز بعد فرد ما لي أنازع عارف ما دمادك يلا فرار بخ الله أبو هريرة يهدان ألا أفعل الله تكمل خد نعم إلا بفاتحة القرآن نفريش عارف ما دمادك إلا فاتحة القرآن قلنا الحمد لله فرز. فإذا هذا حديث صحيح نفرد دي برحالة يا نبي نفرد ما نشي بقى تين برات ما نشي برات نظنه ما يعرف الحكم الشرعي خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا عفى الله عنه نظنه عرب برات عناد هذا حسابه عند الله نماز حر عارني الله النور إذن هو يحاسب نماز حميان حار الله النوني تعايقا نواز صيوي نواز جامعا خموه خب الله زرهم هي بي فيصلة قريب نماز إذا الله هو حسابه عند الله الله صحيح هذا واحد ثاني هاي تنما نشيله لا يعرف لا يعرف إذا سواء فرق يبدو أو لا يعرف نسي أو سهوة والثاني عناد والثالث قناعة قناعة من كتير دليل هي بيان فيدير فران نهر ديان إمام الحسين هو مقتنع بهذا الكلام عناد نو
في فرق بين واحد غوار غرور ارغ منوش كبر بالشاشه ديان اسده الحمد فرانه فرديان هو مقتنع كده. اذا لو هذا مقتنع اي والله جلدنا وجه جنب ليش من اجتهد فاصاب له اجران خلق غوانوش اجتهاد غيره حقت موسي الله يجنه كده خلق غوانوش اجتهاد بده حقت موسي نو غره اكنه كده بر محرم نغرو خلاص. اذا ثلاثه ممن لا يقرأ: واحد نسي لا يعرف عفى الله عنه، واحد عنيد ربي يحاسبه، واحد مقتنع هو يمشي. اخواني من النوبير يبدا الله ينه هذولي هام ها بقول رت وار خدام مدا عني بهام ها بنا ورب إن عرض فما أرسل الله عليهم حفيظا. تو يا فار المنش بقول بيت لك بجرها الناس وار خدام نوان دي منافق كل جرب كافر كل جرب. لا تفكر لا تفكر الناس تتور رأيك أنا أرى الحمد هم عفره سواء انت الامام تو امام تكلي ما من تكلي جهري نوازق سري نوازق الحمد خامها فري زافري هذا رأي. والحمد هم عفره معني الحمد كامل فره يعني اقضنين حليل. طيب انا اقرا الى اهدنا الصراط المستقيم امامي كراسل بريه لدي خلاص انا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم بدا في التلاوه خلاص اوقف. وهذه مشكله عند بعض الناس الامام ابتدى في التلاوه ما مشور غير هلا خلاص بيد رمضان تيجي اقرا في نفسك تودي بالمقرا في الدار لا مشكله زي انك اللي يتوضا الان الوقت معلش رايح ايش اسوي ما ادري اللي يتوضا في الحمام الله يكرمك ما راح اكثر من شر قرار مغسله حمام مربوطه او ايدينا فارطر شوكا قول انا لا باكستان بنغلاديش ار من شر حالك ابو عمر سجنوا دي قدر حتى في باكستان عند الله نو اشكر الله الله شكر يا غرام يا مات تولى حمام مربوطه وزبانا فري موك ليوك ذوك ليوك فايك ليوك في فرق بين الموك وبين الذوك نعم موك ذوك لي فرق اصلا نعم موك لي ذوك لي فرق اصلا سولي هون حمام ومد وزبانا لي بسم الله كنغره ار وزبانا دي مانش بك بسم الله هو فرد شرقا ينتو خوي غرن ضروري اخواني واضح نور واضح مدرسة مدايور هاي أنا ظنيت الجو أول مرة أسمع إيش وزبانا ومدل بسم الله لا أنا ما أقول ليش أنا ما قد سمعت كيف ما سمعت ما حد قال لي لا يا أخي الكريم لا صلاة حديث ماذا صحيح حديث لا صلاة نماز ناي لمن لا وضوء له لأنك وضوء نابنا وضوء صار نواس بالله يبنين ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه زني بسم الله يا رب ذنوب انا شور نظر ايه تلا ذنوبي هذا صعب. طب انا في الحمام ايش اسوي؟ سمي الله في قلبك هذا المكان يقعد بسم الله هو فرقته سمي الله في قلبك بسم الله دي مدينة هو ولكن بسم الله هو دي الارم مدينة تاب تكيدي اما الدينات كتار فرقية قدولي عفى الله عما سلف هو فرقة دولين ارن ود جو بين القيامه المدار مدار فرمدي بي اي لك واصل لك تريها جتو ارن يالله اخوان اعطوا فصلى جديد والله اللي احب سؤال الاسدين لله سؤال اخذ وقت اليوم في السؤال هذا عشان تدوني الاسئله من بدري يعني من بدري معني محاضر راجك تجهز ليش اعطى ما حساب دري بالله أنا أتكلم الآن تعرفون دوغندا بارا ملغين طيب هذا أصلاً قانوناً غلط المكتب التعاوني أرى دعوة مكتب مدير ما نشد وهي بابدين يهن مسؤول نوجع رجل نوجع حان الدوري ريب تبلتي أنت حقك فقط ساعة الدوغندا واصل بشيز عليه ساعة ونص إيش ساعتين هذا يأخذ مني كيف يا الجندا واصبي يا مع السلامه انا ابغاك ما تزعج الناس فاذا يا اخواني ادوني من بدري عشان انا برمج وقتي عار برنامج وقتي ان شاء الله الاسئله مهمه واحب كذلك اسئله اذا هو داخل غريب
امام رهو ورهو لكي لكي افك اف يعني اطلبوا نهضل. ويمكن من بركات هذه الاسئله اليوم نخلي يوم دروس التفسير لما نجي نوصل للدار يوم خلاص اسئله بشول يوم نعلن ما يطلبه المستمعون ما يطلبه الحاضرون خلاص هذا فقط يوم نقرا الاسئله اسئلهين في اليوم محاضره التفسير صحيح ولكن نقرا هذه الاسئله الاسئله فيها مسائل فيها تعليم أزياد يحطقين كانين يمكن في بعضهم يقول إحنا ما كنا نعرف إنه زبانا بشمه بسم الله وفرد يوم فإذا يا إخواني أيدي درس الله التوفيق لي مسجد الفرقان أم النبع الفرقان أم النبع فرقان فين؟ مو هنا تحت؟ هنا تحت يا شيخ فرقان حق الشيخ منصور اللي وراه ناصر كان موجودين هنا تحت كبر كذا حجر ودي ندله في واحد مرة عارف موسيقى خلنا ماله غاريه وموسيقى زا نوع يوت كينارة يقول هم غاري كنتي أجر آدتي وأصلاً السيارة توصل عند المسجد إن شاء الله التوفيق لله في جامع الفرقان وإذا عندكم أسئلة يا إخوان أدوني من بدري سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.